تذكير سريع بالاحداث اللي فاتت، شفنا مع بعض بعد ما لوفي دخل حدود وانو وغرق في البحر، وبعدها بنشوف ان البحر رماه هو والسفينة على الشاطئ، وعرف كده انه دخل ارض وانو، وقابل بنت صغيرة اسمها اوتاما واللي بتقدر تطلع الدنغو من خدها وترود اي وحش هي عاوزاه، وبنعرف كمان ان كان ليها ماضي مع ايس، وبنشوف انها بتتعب بسبب المية الملوثة اللي بترميها مصانع كايدو في البحر اللي عندهم، وبياخدها لوفي عشان يوديها للطبيب اللي بيكون في عاصمة الزهور، وهم ماشيين بيلاقوا زورو وكمان بيلاقوا هوجز، وده واحد من اتباع كايدو وبيكون واحد من الجيل الجديد زي لوفي. طبعا بيدخلوا معاه في قتال وبيجرحوه، لكن بيطلع عنده قدرة غريبة وهي انه بيقدر ياخد ارواح اتباعه وبيشفي نفسه بيها، وبعدها بيطلع وحش كبير جدا، لكن زورو بعد قتال طويل بيقدر انه يهزمه. بعدها بيروح يعالجوا اوتاما، وفجأة بيجي اتباع كايدو وبيخطفوا اوتاما. طبعا بيروح زورو ولوفي بيتعرفوا عليها وان اسمها كيكيو، ودي بتكون واحدة من الساموراي وواحدة من الاغماد التسعة. بيروح البلد وبيدور قتال مع مسؤول من اتباع كايدو هناك، لكن بيقدر لوفي انه يهزمه، وبياخد اوتاما وبيمشي، وهم ماشيين بياخدوا عربية الاكل بتاعتهم وبيودوها لناس غلابة كده ما عندهمش اكل، وبنعرف ان البلد عايشة في معاناة بسبب اوروتشي، وده بيكون حاكم البلد دي، لكن اوروتشي بيكون متعاون مع كايدو وبيدمروا في البلد اكتر ما بيصلحوا فيها، وده بياخدهم لجبل كانت فيه قلعة اودين القديمة، وهناك بيقابل لوفي كيمون ومومونوسكي والطاقم بتاعه، وبيقعد كيمون بعدها وبيحكي لهم انه جه من الماضي من 20 سنة هو ورايزو وكانجوري ومومونوسكي، وده بسبب زوجة اودين السيدة توكي. وعرفنا كمان احداث عن اودين اللي كان حاكم عاصمة كوريا، لكن اوروتشي وكايدو تعاونوا مع بعض في السر وقتلوا اودين. بعدها شفنا ان كيمون وباقي الساموراي نزلوا للبحر يدوروا على ناس اقوياء عشان يحاربوا معاهم ضد كايدو، وبيلاقوا هناك لو ولوفي وبيتحالفوا مع بعض على هزيمة كايدو. بعدها بنشوف كايدو وهو بيشرب خمرة كتير وبيقف تاني وبيتحول لتنين وبيطير في السماء، وبيقف لوفي والطاقم بتاعه وبيبص في السماء، وفجأة بيظهر خيال تنين في السماء. بيتفزع مومونوسكي وبيبدأ يفتكر ذكرياته وبيكون خايف جدا، وبعدها بيظهر قائد قراصنة الوحوش والشخص الأقوى في العالم كايدو ملك الوحوش. الطاقم كله بيشوفه على هيئة التنين بتاعته. بيقف لوفي وبيقول في نفسه ليه ما هزموش دلوقتي ونخلص منه، وفعلا لوفي بيجري يم كايدو ولو بيلحقه هو كمان. بيشوف كايدو أشورا وبيكون عاوز ينضم ليه، وبيقول له انه فاكره ومش ناسيه، بس لو انضميت ليه هتخطى عن كل جرايمك، لكن أشورا ما بيردش عليه وبيسيبه وبيمشي. بيجي هوجز بيعرف كايدو ان في قلعة ايدين اللي على الجبل طاقم قبعة القش متجمعين هناك. بيروح كايدو يمة الجبل وبيضرب عليهم هجوم ناري قوي جدا بتمحي الجبل كله وبتيجي في الطاقم كمان. بيقف لوفي مصدوم والغضب مالي عينيه وبينادي على كايدو وبيجري عشان يروح عند كايدو، وبيطير في السماء وبيضخم ايده وبينزل على راس كايدو لحد ما بيدفن راس كايدو في الارض. بعدها بنشوف سبيد واقع على الارض، وبنعرف انها لما كانت بتوصل اوتاما عند البيت بتاعها قابلها كايدو في الطريق وهجم عليها هجوم ناري وبتموت اوتاما وسبيد. بيغضب لوفي جامد جدا وبيروح عشان يقاتل كايدو تاني. بيقف لوفي قدام كايدو وكايدو بيهاجم على لوفي وبيدمر كل حاجه من جنبه، لكن لوفي بيتفاداها وبيطير وبيضرب كايدو، لكن كايدو بيصد ضربته بكل سهوله. بيهاجم كايدو على لوفي تاني وبيضربه ضربه قويه بتطيره بعيد. بيقف لوفي تاني والهاكم حاوطه من كل مكان في جسمه وبيضخم ايده وبيروح يهاجم على كايدو، لكن كايدو بيصد هجومه بكل سهوله. بيطير لوفي وبيفضل يضرب على كايدو ضربات ورا بعض وكلها بتيجي في كايدو لكن بدون اي فايده عليه. بيقف كايدو تاني وبينفخ في وش لوفي وبيطيره هو والمباني بعيد. بيطير لوفي وعاوز يهاجم على كايدو، لكن كايدو بيهاجم عليه بكور ناريه كتير وبيحاول لوفي ان يتفاداها كلها. لوفي بيضخم ايده تاني وبيجمع كل قوته وبيضربها في وش كايدو لحد ما بيقع على الارض. بيقف الكل مصدوم من اللي شايفه وبيرجع كايدو لهيئته الاصليه وبيكون مرمي في الارض. بيحاول لون يرجع لوفي، لكن لوفي بيكون غاضب جدا وبيفضل ينادي على كايدو. بيقف كايدو تاني بس بيكون سكران ومش عارف يقف وبيبص لوفي. بيتحول لوفي للمحرك الرابع بكل قوته وبيضرب كايدو في وشه، وكايدو طبعا بيصدها بوشه وبيبعد لوفي كمان. بيهاجم لوفي عليه بهجوم سريع جدا على كايدو، وكايدو بيستقبل كل ضرباته وما بيصدش ولا هجمه من لوفي لحد ما لوفي بيضربه ضربه قويه وبيطيره بعيد. بيقف كايدو تاني وبيكون الهاكي بتاعه محوط جسمه كله وبيبص لوفي. كايدو ما بيعملش حاجه، لا بيصد هجوم ولا بيهاجم عليه ولا بيعمل اي حاجه غير انه بيتدرب ويقوم يقف يبص لوفي بس. لوفي بيجمع كل قوته في ايده وبيضرب كايدو ضربه قويه جدا، وكايدو بيهاجم على لوفي بضربه واحده بس. الضربه دي بتكون كفايه انها تطير لوفي بعيد وترجعه للارض فاقد الوعي وبينزف دم من كل مكان. بيحاول لو ان ياخده ويمشي بقدرته، لكن بيضربه هوجز بمسمار من الكروسيكي وبيفقده كل قوته لحد ما اخيرا بيقدر يطلع المسمار وبيهرب. بيقف كايدو قدام لوفي ولوفي فاقد الوعي وغرقان في دمه وبيقول
بيقول كايدو الأتباع خدوه للسجن، لما نحطم روحه هنخليه ينضم لينا، وبيسيبهم وبيمشي. بيقول إن الجيل الأسود ده أضعف مما كنت فاكر. بيحاول أتباع كايدو إنهم يشيلوه، لكن فجأة لوفي بيفعل الهاك الملكي وبيفقدهم الوعي كلهم. بيقف كايدو تاني وبيقول أنت كمان بتقدر تستخدمه، وكمان أشورا بيقول إن القدرة دي كانت عنده قديم. بعدها بيتحول لشكل تنين وهو غاضب جدا وبيمشي. بنشوف لوفي وأتباع كايدو بيجروه معاها عشان يودوه للسجن، وبينتشر ملصق للوفي إن اتهزم من كايدو وكل الطاقم بتاعه بيقلبوا الشكل ده. مفيش غير زورو هو اللي ما بيعملش كده. بعدها بنروح مصنع لكايدو بيصنعوا فيه الأسلحة، وأتباع كايدو ساحبين لوفي وبيدخلوه السجن وهو متعور في وشه ومنها الجامد ومش قادر يمشي. لكن وفجأة بنشوف شخص في زنزانة بيضرب واحد بشوكة سمكة وبيفقد الوعي. بعدها بيدخلوا لوفي السجن وبيقفلوا عليه، وبنشوف كمان كابتن كيد معاه في نفس السجن، والاتنين بيتوعدوا لكايدو انهم هيهزموه. بعدها بيجي أتباع كايدو وبيعرفوا كايدو ان البيج مام وصلت لحدود بلد وانو، وهي ماسكة السمك وطلع الشلال بيه. بيغضب كايدو جامد وبيقول اضربوها بالمدافع ودمروها خلينا نتخلص منها. بنشوف قراصنة البيج مام وهم عمالين يدمروا المدافع اللي بتضرب عليهم ومش رحمين حد وبيطلع غصب عنهم. نرجع للوفي وبيجيله رايزو وبيعرفوا انه في خبر حلو، بيقول انه اوتاما بخير وكويسة، وبنشوف لوفي هو بيكون فرحان جدا. نرجع لجنود كايدو وبيوجهه في وش البيج مام مدفع كبير جدا، لكن بتقدر بضربة واحدة انها تدمره كله وبتطلع الشلال بكل سهولة. بيقف كايدو وبيعرف ان البيج مام دمرت المدافع كلها، وبيقف وبيقول جهازه عشان هنقضي عليهم اول ما تدخل الجزيرة. بعدها بنشوف كينغ وهو بيطير يمة البيج مام وبيقول احنا مش محتاجين نستناها لما تدخل، وبيروح يضرب سفينة البيج مام برجله وبينزلها من الشلال تاني، والبيج مام بتقع في البحر وبتغرق. رحنا شفت شوبر والباقيين وهم ماشيين على الشط، وفجأة بيلاقوا البيج مام نايمة على الشاطئ. بيبص لها تشوبر كده وبيتصدم منها. نشوف روكو هو عمال يدور على روبين، وبيقابل اتنين من النينجا اللي بيدوروا على روبين وبيتخضوا منه جامد وبيطلعوا يجروا من قدامه. نرجع للبيج مام بعد ما بيتفوق، وتشوبر ومومونوسكي بيطلعوا يجروا، بس بنعرف ان البيج مام فقدت ذكرياتها ومش فاكره حتى اسمها، لحد ما تشوبر بيقول لها ان اسمها اولين. نرجع للوفي وهو لسه بيكسر في الحجاره، وبيسمع بعدها ان كيد هرب من السجن، وبنشوف البيج مام بعد ما اكلوها وروقوا عليها بس برضو بتكون جعانه. بنشوف تشوبر واوتاما بيقرروا انهم ياخدوا البيج مام عند السجن لوفي ويحرروه من هناك، بما انها فقدت ذكرياتها وهي دلوقتي صديقتهم، وبيعرفوها ان في سجن فيه اكل كتير جامد، وبتفرح البيج مام قوي وبتقرر انها تساعدهم وتحرر صديقهم وتاكل من الاكل اللي هناك. بنرجع للوفي وبنشوف الراجل ده وهو بيقول للوفي ان في تقنية عنده قوية جدا كان بيستخدمها لما كان سياف، هخليك تشوفها ولو هي اللي انت عاوزها هعلمها لك. وبيجري الراجل ده على الخروف وبيستخدم الهاكي وهالة تانية معاه، وبيقدر يضرب الخروف بدون ما يلمسه. بيقف لوفي مصدوم جدا وبيقول له هي دي اللي كنت بحاول اتعلمها، ارجوك علمهاني. وفي نفس اللحظة بنشوف الدخول الاكبر على الاطلاق، البيج مام وصلت قدام السجن وبتضرب في الجنود. البيج مام هتدمر الدنيا، ولوفي اكل الفاصوليا كلها ومفيش اي حاجة منها متبقية، هتعملي ايه يا بيج مام في الموقف ده؟ نرجع للبيج مام وهي بتدمر باب السجن وبتنادي على الفاصوليا بتاعتها، بتضرب في الباب مرة ورا التانية لحد ما بتخلعه من مكانه، لحد ما بتخش لهم جوه. الكل في حالة رعب، كوين واقف مصدوم، البيج مام بتنادي على الفاصوليا بتاعتها وبس. كوين بيقول لها انت بتخترق السجن عشان اكلة الفاصوليا؟ كوين بيقول لها طب دي، وبيتحول هو كمان لقوة الوحش بتاعته وبيقول لها مفيش فاصوليا ليكي خالص. الاتنين بيتخانوا مع بعض على شيء هو مش موجود اصلا. البيج مام بتتحول وبتغضب جامد وبتطير على كوين وبتجيبه من رقبته وبترزعه في الارض، وبتفضل تدوس على رقبته وبتقول له مش هسيبك، لازم تقول لي الفاصوليا بتاعتي في ايه. الكل واقف مصدوم، لوفي مش عارف يعمل ايه. بيقف كوين تاني وبيطير في الهواء وبينزل على البيج مام بكل قوته، المكان كله بيتدمر من حواليهم، ولكن بنشوف البيج مام شايله كوين بايديه. ايه القوه الجباره دي؟ ده مش بس كده، دي بتمسكه من رقبته وبتفضل تلف بيه في الجو وبعدها بترميه في الحيط. السجن كله بيتدمر من جوه، كوين مهزوم وبيبدا يرجع لشكله الاصلي. كاماتسو بيقدروا يتحرروا، بوابه الحبس بتاعه كاماتسو بتتكسر هي كمان. بيحاولوا يتصلوا بكايدو لكن مفيش اتصال. كريبو عمل صفقه مع رايزو انه هيساعده هنا وهو هيحرره، وفعلا كريبو بياخد اجهزه الاتصال كلها جواه عشان يعني عنده قدره عامله زي التين كده، وبيحط كل اي حاجه جواه عادي، وبكده منع اي حد يتصل سواء من بره او من الداخل. البيج مام بتدمر في السجن عشان عاوزه الفاصوليا بتاعتها، واخيرا بتقدر توصل للحله اللي فيها الفاصوليا والسعاده واخدها على الاخر. وفجاه بتلاقيها فاضيه. مأمور السجن بيأمر كل الموجودين انهم يخلوا السجن حالا. لوفي بغبائه بيقول بالغلط قدام البيج مام ان هو اللي اكل الفاصوليا كلها. البيج مام بتشوف وبتهاجم عليه فورا، لكن بيقدر يتفاداها في اخر لحظه. التقل في رقبته بيبدا يعد عشان خرجوا من الحلبه. البيج مام واقفه قدامهم
بتهاجم عليهم وبيخرجوا غصب عنهم من قوة الضربة بتاعت البيج مان. الطوق في أقصى حدوده وهينفجر في أي لحظة. لوفي بيغضب جامد وبيستخدم الهاك وفجأة بتخرج هالة من إيديه جديدة وبيكسر الطوق في آخر لحظة وبيرميها عشان تنفجر في الجو. بيقف الشخص ده مصدومه وبيقول له ازاي اتعلمت تقنيتي كده، ده انت ما شفتهاش غير كام مرة بالعدد، ايه الجمدان ده يا لوفي. بيقف لوفي تاني قدام البيج مام وعاوز يصد ضربته. الراجل العجوز بيقول له انه يهدى ويحاول يشعر بالهاك في جسمه. البيج مام بتهاجم على لوفي لكن بضربة واحدة بتطيره بعيد وبتدخلهم جوه الحيط هو والراجل ده. بعدها بيخرجوا من الحيط وبيقول له انك لازم تستخدم الهاك بقوة اكتر مع الريو لان الهاك مع الريو بيدمر الخصم من الداخل. بعدها البيج مام بتهاجم على لوفي وبتفضل تجري وراه وبيدمروا السجن كله هما الاثنين. بيقف كوين من جديد وبيقف على السطح وبيجيب حلة فاضية عشان يجذبوا البيج مام عندهم، وفعلا البيج مام بتيجي عندهم وبنشوف كوين وهو طاير بكل قوته وبيضرب البيج مام ضربة قوية جدا في دماغها بيخليها تفتكر كل حاجة حرفيا. البيج مام بتقف تاني وبتقول له بعلو صوتها انها افتكرت كل حاجة. البيج مام بتبص لكوين وبتقول له انت اللي ضربتني على دماغي. كوين بيموت من الرعب. البيج مام بتستخدم الهاكي، الهاكي محوط جسمها كله ورايح يم كوين. كوين خلاص هيعيط من الرعب وفجأة بيقع على الارض وبتنام. بتنام اتباع كايدو بيربطوها من كل مكان بالكروسيكي وبياخدوها على سفينة وبيودوها عند كايدو. بعدها بنشوف كوين والبيج مام وجاك وكين وهي قاعدة بتاكل لحد ما بيدخل عليهم كايدو وبيقول لهم فك الكروسيكي من ايديها وبيستعدوا هما الاتنين وبيضربوا بعض ضربة قوية جدا بتدمر كل حاجة حواليهم. والبيج مام بتقدر تضرب كايدو في وش ولكن كايدو بيرد عليها بهجوم قوي كمان. لوفي هو لسه بيتدرب على هاك الريو وعمال يضرب بكل قوته عشان يدمر الحديد ده من الداخل. يرجع لكيمون وهو بيشجع في الساموراي وخلاص هما دلوقتي قدام قلعة الغشيمة. بعدها بنشوف الساموراي وهما بينزلوا وبيأمرهم كيمون انهم يكسروا السفن بتاعتهم اللي جم بيها. بيسألوا لوفي انت ليه بتدمر السفن. نرجع للوفي وهو بيسمع كايدو وبيقول ان العالم اتغير ونظام الشيتش بوكاي اتلغى والحكومة عملت اختراع وبيقولوا انه قوي جدا وواثقين فيه، ولكن انا حاليا اتحالفت مع البيج مام عشان نرجع الاسلحة القديمة وندمر العالم. بعدها بتدخل البيج مام عليهم وبتقول انها اتحالفت مع كايدو عشان سبب معين وهم انهم يلاقوا الوان بيس، والكل بيسمع كده وبيهتف لهم جامد. بعدها بنشوف ان في اسوار متفجره في ايد ياماتو وبيطلب من لوفي انه يحرره منها ولوفي بيخلعها وبيرميها بعيد، لكن بيحصل انفجار ضخم جدا بيطير البيج مان بعيد هي كمان وهم بيطيروا قدام كايدو. وبيقف ياماتو ولوفي قدام كايدو اللي بيكون غاضب جدا من كل اللي بيحصل قدامه، وهم واقفين كمان بيجوا الاغماد التسعه وبخطوه سريعه جدا بيقدر الكت انه يضرب جاك وبيوقع على الارض. بيحاول كينغ انه يهاجم عليهم بالسيف لكن ايس بيضربه بالنار على ايده وبيوقع منه السيف وكلهم بيشاركوا في هجوم واحد وبيطيروا على كايدو وبيضربوه وبيجرحوه كمان. وبيفتكر كايدو هو بيصرخ من الالم ذكرياته مع اودين لما قطعوا واخترق جسمه قبل كده، وكلهم لسه بيضربوا فيه وبيصرخوا باعلى صوتهم انهم هيهزموا كايدو دلوقتي. بيستخدموا الريو في السيوف بتاعتهم وبينزلوا بيها على الارض لحد ما بيكسروا الارض اللي تحتيهم ولسه مكملين على كايدو. ولوفي يامات والبيج مام وكل واقف مصدوم من اللي هم شايفينه، وباقي الساموراي هم كمان بيخلعوا اللبس بتاعهم وبيهاجموا هم كمان على اتباع كايدو، وبتيجي اوليتي وبتهاجم على يامات وهي كمان، وكمان اتباع كايدو بيهاجموا على لوفي ولكن لوفي بيقدر يضربهم كلهم لحد ما البيج مام بتشوف لوفي وبتقول له اخيرا لقيتك. وبنشوف البيج مام وهي بتجري على لوفي وبتفعل الهاك في ايديها وبيضربوا بعض ضربه قويه جدا، لكن البيج مام بتكون اقوى وبتقدر تطير لوفي بعيد وبتقول انت خليت العالم كله يضحك عليا بسبب اللي عملته معايا في جزيره الكيك هو، وانا جيت المسافه دي كلها عشان اقتلك. وكيمن قدر انه يخترق جسم كايدو بالسيف بتاعه، وكمان باقي الساموراي بيفعلوا الريو وبينزلوا بالسيف بتاعهم عليه لحد ما فجاه برق بيضرب فيهم وبيطيرهم بعيد عن كايدو، وكلهم بيقفوا بيستعدوا تاني. بيقول كايدو انه مستغرب انكم بتتعاونوا مع شويه قراصنه، دول اول ما تتهزموا هيسيبوكم وهيهربوا على طول، القراصنه معروفه بالغدر والخيانه، انتم فاكرين عشان هم هزموا واحد الشيتش بوكاي قدامكم بقى كده اقوياء، شكلكم ما تعرفوش ايه هو ليونكو اصلا. بيرد عليه كيمون وبيقول له ان قبعه القش لوفي هو احسن حليف يتعاون معاه وان الشخص ده هو اللي هيقف على قمه البحر يوما ما. ومن الناحيه الثانيه بيعلن لوفي ان الحرب دي مش على كايدو بس بل على اوروتشي والبيج مام وكل اتباع كايدو، وبيعلنها صراحة كده بعلو صوته انها هتكون حرب شاملة. وبتقف ياماتو وباقي الساموراي وكلهم فرحانين من كلام لوفي. بنشوف كايدو والهاكي بيحوط جسمه كله وبيقف قدام الاغماد التسعة، والبيج مام بتقف قدام لوفي هي كمان. بعدها بنشوف كايدو هو متحول لتنين والاغماد التسعة راكبين على ظهره وطالعين على سطح انغوشيما، وبيشوف كيمون لوفي وبيقول له انه مستنيك فوق في السطح، ولوفي بيوعده انه هيطلع له، وبيطلع كايدو والاغماد التسعة وبيقفوا كلهم على السطح.
السطح وبيقعدوا يفتكروا شوية ذكريات من الماضي مع اودين، لحد ما فجأة بيطلع شوية من جنود المينج وكلهم جايين لمحارب كايدو، وفجأة وهم واقفين كمان بيلاقوا جاك طلع لهم فوق ومعاه شوية من اتباعه، واللي اول ما ادوك الكلب والكت بيشوفوه بيكونوا عاوزين يتحولوا لشكل السلونغ بتاعهم عشان يقتلوه، لكن بيجي الفرسان التلاتة وبيطلبوا منهم ما يتحولوش وهم هيقتلوا جاك وانتوا خليكم في محاربة كايدو، وبيقفوا قبيلة المينج وبيبص للقمر وبيتحولوا كلهم للشكل الابيض بتاعهم، وده بيديهم قوة جبارة جدا، وبيتحول جاك هو كمان لقوة الوحش بتاعته، وبيطيروا قبيلة المينج على جاك واتباعه وبيضربوهم كلهم وبيقدروا يوقفوا جاك هو كمان. نرجع لجاك وقبيلة المينج وكلهم عمالين يهاجموا على بعض، وبنشوف الفرسان التلاتة وهم بيهاجموا على جاك بهجوم قوي جدا لكن ما بيقدروش عليه برضه وبيضربهم كلهم. بنشوف بعدها الدوق الكلب وملك القطط وهم بيتحولوا لشكل السلونغ بتاعهم. نرجع لجاك وقبيلة المينج والكت والكلب نازلين في ضرب لحد ما بيقدروا يهزموه، وبيتدخل كايدو وبيبعدهم عنه وبيعترف بقوة الدوق الكلب وملك القطط انهم اقوى من جاك، وبيقول لجاك روح انزل وداوج روحك وانا هقتلهم بنفسي. نرجع لكايدو وبيكون بيهاجم عليهم باسلوب اللهب بتاعه، لكن بيطير كيمون وبيقطع اللهب بتاعه وبيقفوا في مواجهة كايدو. بيجري كيمون وباقي الساموراي على كايدو وبيضربوه ضربة قوية جدا لكن بدون اي تأثير عليه، وبيرميهم في الارض وبيهاجم هو عليهم بهجوم قوي جدا بتوقعهم كلهم في الارض، وبيقول لهم ايه الملل ده، ده انا افتكرتكم اقوى من كده، لكن بيقفوا تاني وبيهاجم نيكو موموشي بهجوم سريع جدا على كايدو، وكمان كاماتسو بيهاجم على كايدو بهجوم قوي جدا، وانوروشي هو كمان بيهاجم على كايدو وبيقدروا يجرحوه في النهاية. بعدها بيهاجم كايدو على كيمون باسلوب اللهب بتاعه، لكن بيجي رايزو وبيصد هجومه بلافافة النينجا بتاعته وبيرجعها عليه وبيخليها تنفجر فيه وبيولع في كايدو. بعدها بيقف كايدو تاني وبيقول لهم ايه اللسعة دي، كايدو مش معترف باي هجوم مهما يضربوا فيه، بيقوم يقف يتريق عليهم تاني لحد ما بيغضبوا جامد وبيفتكر كلام اودين لما كان بيعلمهم هاك الريو، وان كل ما يستخدموه اكتر او بقوة اكبر بيقدروا يقطعوا اي شيء قدامهم، وكلهم بيفعلوا الهاك في ايديهم وبيقفوا وقفة اودين وبيطيروا على كايدو كلهم، لكن كايدو بيفضل يضرب فيهم باسلوب اللهب بتاعه وهم بيتفادوا فيها لحد ما بيهاجم كايدو على كيمون باسلوب اللهب تاني، لكن بيقدر كيمون يصدها بالسيف بتاعه وبيهاجموا كلهم في هجوم مشترك على كايدو. نفس الجرح اللي جرحه اودين قبل كده وبيكون هجوم قوي جدا جدا وبيخليه ينزف دم، وكايدو بيقع على الارض والدم بينزل منه وبيفقد الوان. نرجع لكيمون وباقي الساموراي وكايدو لسه عمال يهاجم عليهم، وبيقدر ايزو انه يربط دراع كيكيو وكيمون بيقدر يسخن الجرح عشان يوقف النزيف بتاعها، وكلهم بيستعدوا لمواجهة كايدو لكن كايدو بيرجع لشكله الاصلي. نرجع لانوروشي ونيكو موموشي وهم بيهاجموا على كايدو لكن بيصد ضربتهم بكل سهولة وبيرميهم في الارض وبيرجعوا هم لهيئتهم الأصلية. بيقف كايدو بيقول لهم ان هو هيفتكرهم بعد ما يموتوا. على كايدو والاغماد التسعة محوطينه من كل مكان لحد ما بيستخدم الهاك جامد وبيضربهم كلهم وبيهزمهم على طول، وهم بيتبقاش غير كيمون بس، لكن بيضربوا كايدو ضربة قوية جدا بتفقد الوعي وبيفضل يضرب فيهم تاني، والارض بتتدمر من تحتيهم وكيكيو بتاع عند زور. نرجع لكابتن كيد ومعاه كيلر، واخيرا بيقدروا يوصلوا عند كايدو والبيج مام وكمان لو وزور هم كمان، وبيقول له انه مش شايف لوفي هو فين، وفجأة بنشوف لوفي بيكسر الباب اللي بيطلع منه على السطح. وبيوصل اخيرا عند كايدو والبيج مام وباقي التحالف بتاعه، وبيبص كده وبيشوف حاجه وبيروح عندهم وبيمشي بين اتنين من اليونكو. شفت الثقه قد ايه؟ وفي مشهد صادم بنشوف كيمون وباقي الساموراي وكلهم الدم مغطيهم. بيمسك لوفي كيمون وبيساله انت بخير، وبيقول له انه اسف ان اتاخر عليهم. بيقول له كيمون لا بل انا اللي اسف، انا محرج منك ومن اودين سما، هقول له ايه لما نتقابل بعد كده هناك. كيمون بيقصد انه بعد ما يموت يعني. لوفي ارجوك اهزم كايدو وحرر بلد وامه. بعدها بيجي كانت قوية وبتفكرني بالاشخاص اللي حاربتهم قبل كده. بعدها البيج مان بتتدخل هي كمان وبتقف قدامهم، وكايدو بيبدأ يتحول هو كمان لشكل التنين بتاعه، وبتقول لهم البيج مان انها عارفة ان كل شخص فيهم بيمتلك نصوص من البونجليف اللي بيودي لجزيرة رافاتيل، لكن بعد ما تقتلهم هتستولى عليهم كلهم. بيرد عليها كيد وبيقول لها احنا في انتظار المحاولات بتاعتك، وبيطير كايدو في السماء وبيعمل عاصفة جامدة جدا وبينزل عليهم النصل القاطع بتاعه، لكن بيقدر زورو وكيلر انهم يصدوها بكل سهولة.
بسهولة، وبنشوف لوفي وهو بيضرب كايدو ضربة قوية بتبعده شوية، وكمان كابتن كيد بيهاجم هو كمان وبيضربه وبيدفن راسه في الارض، وبعدها كايدو بيقوم يقف تاني لكن لوفي يطير عليه وبيضربه بهجوم من داخل جسمه بيخلي كايدو يصرخ من الالم، وبيضطر كايدو يهاجم عليه عشان يبعده عن جسمه. بعدها بنشوف كيلر وهو بيطير على كايدو وبيهاجم عليه بالسيوف بتاعته وبيقدر يجرح كايدو من داخل جسمه برضه، لحد ما البيج مان بتضربه بالرعد بتاعها وبتوقعه على الارض. بيهاجم كايدو على لوفي بهجوم النار بتاعه، لكن زورو بيجي وبيقسم النار بتاعته تاني. بيقف زورو بيجمع كل قوته في سيف اما وعاوز بيج مان وكايدو وهم واقفين قدام السوبر نوفا كلهم، وبيكون لوفي تعبان جامد. وفجاه بنشوف كايدو وهو بيظهر تحول جديد، وبيكون الطاقم قلقان من التحول ده وبيقولوا انه اول مره يسمع عنه او يشوفوه. بيطلب لوفي من زورو انه يحميه لحد ما ينام شويه عشان عاوز يستعيد قوته. بيقف زورو بيقول له نام واعتمد عليا. بيقفوا هم الاربعه في مواجهه اليونكو كايدو والبيج مان. بيهاجم كيلر بهجوم سريع جدا على كايدو، لكن كايدو ما بيصدهاش وبيقف يضحك، وبيهاجم هو عليه وبيطيره كمان. بيقول له ان الجلد بتاعه كده بقى اقوى 10 مرات من اللي قبله. نرجع لكايدو وهو عامل اعصار كبير وبيهاجم عليهم باسلوب النصل القاطع بتاعه، لكن بيقدر زورو يصدها ولو هو كمان. بتهاجم البيج مام على لوفي وزورو بالبرق بتاعها، لكن لو بيقدر ينقلهم في اخر لحظه. بنشوف لوفي وهو بيصحى من النوم بتاعه وبيكون قدر يستعيد قوته من جديد. نرجع لزورو وبنشوف البيج مام وهي بتضربهم بالرعد بتاعها وبتوقعهم كلهم على الارض. بيهاجم لوفي على كايدو لكن بيضربه على طول وبيطيره بعيد. بيقفوا كلهم وبيقولوا ان اتنين من اليونكو امر صعب، وكمان كل الهجمات اللي هجموا عليهم ما اثرتش فيهم خالص. بيقول له انهم لازم يفصلوهم عن بعض عشان يقدروا يهزموهم هما الاثنين، لكن كايدو والبيج مام بيفضلوا يضحكوا عليهم وخلاص. نرجع لكايدو والبيج مام والهاكم حوج جسمهم من كل مكان، وبتقول البيج مام لكايدو ايه رايك لو نهاجم عليهم الهجوم المشترك بتاعنا ونشوف مين هيتبقى منهم. بيقفوا هما الاثنين وبيفعلوا الهاك بتاعهم جامد جدا لدرجه ان الارض بتحمر من تحتيهم والهواء بيكتر في المكان. وفجأة هجوم جبار بيتدرب عليهم، الطاقم كله مش عارف يعمل ايه عشان يتفادى الهجوم ده. وفجأة بنشوف البطل بتاعنا، ايوه ده زورو الراجل الذي سيصبح اقوى سياف في العالم. زورو بينط في قلب الهجوم وبيحاول يصد كله لوحده. زورو جسمه بيحاول يرجع لورا من شدة الهجوم، لكن وفجأة زورو بيستخدم قوته الكاملة وبيبعد الهجوم عنهم كلهم وبيطيروا في السماء كمان، وبينجو اخيرا من الهجوم الكاسح ده. عاش يا ابني وربنا. البيج مان وبيقولوا انا مش سامع صوت حد منهم، اكيد ماتوا كلهم، لكن ده على مين اصلا ومين ده اللي يا عم مليونكو؟ ده كله نجا من الهجوم بسبب نائب ملك القراصنه زورو. بنشوف لو وكابتن كيد وهم بيشكروه على انقاذ حياتهم من الهلاك ده، لكن زورو بيكون تعبان شويه بسبب الهجوم. وفجاه بنشوف لوفي وهو بيطير في السماء وبيفعل هاك الريوف في ايده وبيهاجم على كايدو، لكن كايدو بيتفادى ضربته وبيضحك لوفي وبيقول له انت بتتفادى ضربتي اكيد بتوجع صح، لكن كايدو بيغضب جامد وبيضرب لوفي ضربه قويه جدا بترزعه في الارض. كايدو ولوفي وهم الاثنين عمالين يهاجموا على بعض بضربات قويه جدا لحد ما كايدو بيجري عليه وبيضربه ضربه قويه جدا. بيحاول لوفي انه يصدها لكن بيطير بعيد. بيقف كايدو وبيفعل الهاك عليهم وبيكون قوي جدا. بيقول لهم انا مش مستمتع بالقتال ده خالص، فين قوتكم اللي كنتوا بتتفخروا بيها من شويه؟ وبتقول البيج مام لكايدو كفايه لعب معاهم كده ويلا بينا نقتلهم فورا. بيطلع لوفي وبيقول لها ده في احلامك ان شاء الله. بتهاجم البيج مام وكايدو عليهم هما الاثنين. بيحاول لوفي انه يصد ضرب كايدو لكن بدون اي فايده وبيطير بعيد كمان، وكمان البيج مام بتهاجم على الطاقم بضربه قويه جدا. بيحاول انه يصد ضربتها لكن ما بيعرفش وبتنفجر فيه كمان. بيطير كايدو في السماء وبيهاجم على لوفي بهجوم النار بتاعه، وبيحصل انفجار جامد جدا وكل هزم ومرمي على الارض من شده الهجوم بتاعهم. ايه القوه الجباره دي يا كايدو؟ بيقف كايدو قدامهم وبيقول لهم فين القوه اللي عندكم اللي كنت بتقولوا لي عليها؟ بيقف لوفي بيقول له انت صحيح قوي لكن احنا مش هنستسلم ابدا. بيقول له ماشي مش هتستسلم، طب يلا خد يا نيك. وبيهاجم كايدو على لوفي، لكن لوفي بيحاول يصد ضربته وبيجمع كل الريو بتاعه وبيهاجم على كايدو وبيبعده كمان. بيقول انت فاكر اننا هنسيبك تقتلنا؟ انت بتحلم يا نيك. بيفعل لوفي الهاك بتاعه في المكان والمكان كله بيقلب احمر، وبيفعل الريو على جسمه وبيهاجم على كايدو، وكمان كايدو بيفعل الهاكي وبيهاجم هو كمان. بيضربوا بعض ضربات قويه جدا وضربه من هنا على ضربه من هنا، والحماس بيكون عالي من كل مكان لحد ما البيج مان بتغفل لوفي وبتديله ضربه قويه جدا بتطيره بعيد، ولسه هتضربه بالسيب بتاعها لكن بيجي زورو وبيصد هجومها، وكمان كيلر بيهاجم عليها هي كمان. وبيطير كايدو وبيهاجم عليه بالنار بتاعه والمكان كله بيولع، وبيطير لوفي بعيد في السماء من شده الهجوم، لكن وفجاه بيجي المجانين التانيين وبيمسكوه من ايديه وبيقولوا له طير يا نجم وهاجم عليه تاني. بيطير لوفي وبيهاجم على
كايدو بهجوم سريع جدا، لكن كايدو بيصدها وبيطير هو ويركز الهاكي بتاعه في ايده وفي جسمه وبيهاجم هو عليه، بيحاول لوفو انه يسد هجومه لكن بدون اي فايده مع كايدو. يا مان ده كايدو يا ابني ما بيهزرش. كيد ولو بيعملوا خطه مع بعض، بيعمل كايدو صندوق مقفول من كل مكان، ولو بيستخدم قدرته بينقل زيز جواه كده البيج مان مش هتعرف تطير ولا هتنزل البرق اللي كل شويه عمال يضرب فيهم ده. بيجري زورو كيلر على البيج مان وبيقطع زورو الشمس بتاعتها نصين. ده بس كده؟ لا والله، ده بيفضل زورو يقطع فيه لاجزاء صغيره عشان ما يرجعش نفسه تاني، والكيلر ماسك السيب بتاعه وعمال يجري وراه ويهاجم عليه، بياخدوا كل اسلحه البيج مان منها عشان ما تعرفش تضربهم تاني. بيهاجم كده عليها من ظهرها لكن بتقول له ايه الهجوم التعبان ده، وبتجري عليه وبتديله ضربه واحده بتدمر الارض من تحت بيه، لكن بيصدها بوشه وبيستخدم قدرته وبيركب لها حديد في ايديها وبيطيرها في السماء. عاش يا ابني وربنا. وكمان لو بيضربها بصخره من الارض وهي طايره وبيطيرها بعيد، بتنزل البيج مام على الارض وبتحاول توقف نفسها لكن بيجي زورو بيقطع الارض من تحتها وبتتدمر كمان. بيطلع البيج مام من فوق السطح ونازله للبحر وزيس محبوس ومش عارف يخرج، والشمس مقطعه لاجزاء صغيره، والبيج مام بتقع في البحر وبتغرق، ولوفي مرمي على الارض وفاقد الوعي، وكايدو واقف قدامه عمال يبص له. بيبص كايدو كده حواليه ومش لاقي البيج مام، بيقول هو انا لازم اعمل كل حاجه بنفسي، امال انت اسمك يونكو ازاي؟ بيجري على زورو عاوز يضربه لكن بيشوفه لو وبينقله وبيهاجم هو عليه. بيقف تاني وبيهاجم على لو. لو فاكر ان كايدو زي البيج ماما هيسد هجومه زي ما عمل معاها، لكن بضربه واحده بيدمر الحاجز بتاعه وبيلزقه في الحيط كمان. بيحاول كيلر يقطع الشمس لكن بيهرب منه، هو فاكر نفسه زورو ولا ايه؟ بيقول زورو لو انقل الشمس هنا، لكن لو بيكون تعبان ومش قادر ينقل حد. بنشوف البيج ماما وهي في البحر وبتغرق، لكن وفجاه بنشوف قوه الشمس بتاعتها بتنزل لها تحت في البحر، ودي اكتر حاجه ما عجبتش العالم كله، وكان في كلام كتير على السوشيال ميديا بسبب ان الشمس نزلت تحت البحر وان الكاتب خرب في الحته دي. مع ان في المجنة غير كده، في المجنة قبل ما البيج مام تقع في البحر بتيجي الشمس وبتنكزها. المهم ان الشمس بتقدر تطلع البيج مام من البحر وبتنكزها اخيرا وبتتجه يمة كايدو. بنشوف كيدو وهو واقف مستني البيج مام تيجي عنده ومجهز كل الحديد بتاعه. نرجع للبيج مام وبنشوف الشمس اللي معاها بتقول للبيج مام ان دلوقتي زيس بقى عديم الفايدة، لكن في خطة عنده وعاوز يقول لها عليه. بيقول لها ليه ما تصنعيش سحابة رعدية تانية غير زيس؟ وفعلا البيج مام بتقتنع بالفكرة بتاعته، وبنشوف كايدو عاوز يقتل لوفي وهو فاقد الوعي. بيقول زورو يا نموت مع بعض يا نعيش مع بعض. كايدو اللي قدامك ده القبطان بتاعي، سيبك منه وتعالى اقطع راس انا. بيقف زورو وبيستعد وبيركز كل قوته والهاكي بتاعه في ايده وبيستخدم تقنيه اشوره. بيجري زورو عليه عشان يضربه لكن كايدو بيضربه بهجمات سريعه ورا بعض، لكن زورو بيصدها كلها. وفجاه بيهاجم زورو على كايدو باسلوب مسرح الاموات بتاعه وبيقدر يقطع كايدو. بيقف كايدو هو مستغرب من قوه زورو وبيقول انت كمان بتستخدم الهاكي الملكي؟ بنشوف زورو هو مستغرب وبيقول له انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه، انا كل اللي عملته اني ضربتك بكل قوتي بس. بيقع زورو على الارض وخلاص ومش قادر يتحرك تاني. بيروح كايدو يم زورو وعاوز يضربه، بينادي له على زورو انه يهرب او يبعد عنه، لكن كايدو بيفعل الهاكي بتاعه جامد جدا في المكان وبيقول له ما تتعبش نفسك وتستخدم قدرتك. وفجاه بيضرب زورو ضربه قويه جدا، وفي نفس اللحظه بيجري على لو بسرعه البرق وبيضربه هو كمان، وزورو بيفقد الوعي من شده الضربه وخلاص مش قادر يقف تاني. بيقول كايدو انكم لو انضميتوا ليا من البدايه لكنا سيطرنا على العالم كله. بيسمعوا لوفي وبيقوم يقف تاني، بيقول له ننضم ليك؟ انت بتحلم كده، احنا عندنا نموت ولا ننضم لشخص زيك. وبيقف هما الاثنين يبصوا لبعض. نرجع للبيج مام وهي عليها ضحكة خبيثة وما شاء الله عليها يعني، وفجأة بتطلع روح من جنبها وبتضربها في الرعد اللي في السماء. وفجأة الرعد عمال بيتدرب من كل مكان، وبنشوف ان البيج مام بتصنع سحابة رعدية جديدة بدل زيوس اللي مبقاش ليه لازمة دلوقتي، لكن بتكون شكلها قوي جدا وهي واقفة وبتشوف كيد وكيلر وبتضرب البيج مام كيد بقوة البرق بتاعها الجديدة دي، وبتكون قوية جدا جدا جدا. نرجع لكيد وفجأة بيلاقي نفسه في القلعة تحت، وبيقول كيد اننا لازم ما نرخيش دفاعنا ولو للحظة واحدة. وهم واقفين بيلاقوا زلزال بيحصل من تحتيهم، وبنعرف ان البيج مام بتدور عليهم وبتدمر في المكان كله معاها. بيجري كيد وكيلر وعاوزين يروحوا للبيج مام قبل ما تطلع على السطح عند كايدو، وهم ماشيين وفجأة بيهاجم عليهم هوكيز لكن بيتفادى ضربته في اخر لحظة. بنشوف كيد وهو بيبقى عاوز يقتله بسبب خيانته ليه، لكن كيلر بيقول لكيد روح انت للبيج مام وسيبني انا اتعامل مع هوكيز ده.
بيقف كيلر في مواجهة هوكيز، وبنشوف هوكيز وهو بيتحول لقوة الوحش بتاعته عشان يحارب كيلر. نرجع للوفي وهو بيفتكر كلام ياهاغورو انه يهدى وما يتعصبش ويخلي الهاكي يغلف جسمه من الداخل ويخرجه في وقت الهجوم بس. بيقول لوفي الكايدو ان فهم هو بيعمل ايه وانه هو بيغلف نفسه بلون الهاكي الملوك الاول قبل ما يضربه. شرح سريع كده عن الهاكي لحد علمي، اللي احنا شفناه حاليا هو الهاكي الملكي، والهاكي الملكي ده ليه ميزات كتيره زي انك بتقدر تصلب جسمك بالكامل وبيكون عباره عن حديد، وكمان بيقدر الشخص اللي بيمتلكه بيطلق هاله كبيره جدا من عينه بتخلي كل الاشخاص اللي بيكونوا ضعاف يفقدوا الوعي، وبيقدر كمان انه يضرب الاشخاص اللي اكلين فواكه الشيطان اللي من نوع لوغيا. ثانيا هو هاكي الدرع، وده بيكون مشتق من الهاكي الملكي، لكن ميزه هاكي الدرع ده انه بيعمل درع خفي للشخص نفسه لدرجه انه بيقدر يضرب الاشخاص بدون ما يلمسهم او يصد ضربتهم بكل سهوله. ثالثا هو هاكي الملاحظه، وده برضه مشتق من الهاكي الملكي، لكن ميزه الهاكي الملاحظه ده انه بيقدر يلاحظ الضربه من على بعد او يقرا المستقبل زي ما شفنا عند هاكي كاتاكوري، وطبعا كل ما بيكون اقوى بتقدر تكتسب قوه اكبر. رابعا وهو هاكي الريو، وده برضه مشتق من الهاكي الملكي لكن ده بيختلف شويه. هاكي الريو هو عباره عن قوه تعزيزيه للهاكي الملكي، يعني هو انك بتخليه يتدفق من داخل جسمك ويغلف الهاكي الملكي ذات نفسه، وده بيشكل هاله حوالين جسمك وبعدها مع الهجوم بيتقلب لطاقه روحيه، هي انك بتضرب الشخص من داخل جسمه مش زي الهاكي الملكي اللي بيقدر يضرب خصمه من الخارج فقط. خامسا هو الهاكي الملوك او الهاكي الاسمي، وده بقى هو انك جمعت اربع ميزات دفعه واحده، وبهاكي الملوك يبقى خمس ميزات، ولما بيجمعوا كلهم مع بعض بتديك ميزه واحده وهي الهاكي الملوك او الهاكي الاسمي فقط، ولما بتكون كل الميزات دي منهم قويه جدا بتكون في مستوى تاني من القوه. طبعا لوفي بيقدر يستخدم الخمس ميزات دول لكن ما بيكونوش بقوه كايدو اللي مطور الخمس ميزات دي بشكل فظيع جدا، وده غير كمان اللون الهاكي اللي منهم الازرق والاحمر، والازرق اللي شفناه بيكون اقوى من الاحمر لكن ده برضو بيتطور مع الميزات. وكمان حاجه سريعه عن الهاكي العادي اللي بيستخدموه بعض الناس اللي ما بيقدروش يستخدموا الخمس ميزات، ودول انهم بيقدروا بس يستخدموا ميزه واحده او اتنين، واشهرهم اللي بيكونوا مركزين على هاكي الدرع وهاكي الملاحظه، وبرضو ما بيكونوش اقوياء جدا زي اللي عنده الهاكي الملكي، عشان كده اللي بيكون عنده هاكي ملكي بيكون متميز جدا عشان الميزات اللي عنده دي، بس برضو على حسب تدريب الشخص ده، يعني بيكون عنده الامكانيات انه يحصل على الخمس ميزات دول لكن من شده التدريب القاسي اللي المفروض يتدربه او الكتلات اللي المفروض ياخدها بيكتفي بس بواحده او اتنين بالكتير. يعني نرجع بقى لكايدو، بنشوفه هو بيضحك وبنشوف قوه الهاكي بتاعته الجباره، وكمان بياكد على كلامي ان في بعض الناس فقط هم اللي بيمتلكوا القوه دي او انه يقدر يوصل للمرحله من القوه دي، وبيجمع قوته وبيهاجم على لوفي. لوفي بيفتكر تدريبه، لوفي بيفتكر هزيمته الاولى، لوفي بيبدا يسيطر على خروج الهاكي من جسمه، وفجاه بنشوف لوفي وهو بيصد ضرب كايدو بدون ما يلمسه حتى. بنشوف لوفي وهو بيهاجم على كايدو وهو بيغلف نفسه بالهاكي الملوك، وبيهاجم على كايدو برضه بدون ما يلمسه تاني، وبيقدر اخيرا يضرب كايدو ضربه قويه جدا بتوقعه على الارض. بيقول لوفي لزورو ولو شكرا لانكم دفعتوا عني وانا فاقد الوعي، خد زورو وانزل لتحت وانا ههزم كايدو باي تمن. وبيقف كايدو تاني وبيغلف لوفي نفسه بالهاكي تاني، وبيتحارب هو وكايدو بضربات بدون ما يلمسوا بعض تاني. نرجع للوفي وبنشوفه هو عمال يضرب كايدو ضربات ورا بعض، لكن كايدو بيجمع قوته وبيهاجم على لوفي. وبنشوف تصادم الهاكي ما بين الاثنين، لكن برضه لوفي بيطير من الهجوم بتاعه، لكن برضه بيرجع يقف تاني وبيطير في السماء وبيضخم ايده وبيهاجم على كايدو، لكن كايدو بيضربه بهجوم قوي جدا هو كمان وفي نفس اللحظه. بيقول كايدو انه واجه الاشخاص اللي اتقال عليهم اللي هم اقوى منه وهزمهم كلهم لحد ما اتقال عليه انه هو الاقوى، انا بقيت مخنوق من شد قوتي، انا مش لاقي حد يواجهني في معركه ويخليني ارجع استمتع بالقتال زي الاول رغم كل القتالات دي، الا برضه مش حاسس باي شعور بالمتعه برضه. وبيقول للوفي كمان استسلم، انت مش قد قوتي، مهما اتطورت ومهما اتعلمت برضه مش هتعرف تتغلب عليا، عشيره الكوزوكي هتتمحي من الوجود وبلد وانو هتبقى نغوشيما الجديده، وبرضه هكون الاقوى ودايما هكون اكتر واحد حاسس بالملل. ايه الجمدان ده يا كايدو؟ لوفي بيهاجم عليه لكن كايدو بيصدها وبيضربه برضه. بيقول له لوفي وهو تحت الهجوم ان عشيره الكوزاكي هتفضل موجوده وهم دايما اللي هيفضلوا الحكماء على بلد وان، وتاني شيء مفيش حد هيكون ملك القراصنه. نرجع لكايدو وهم بيهاجموا على بعض بضربات قويه جدا،
لحد ما كايدو بيقول للوفي انه خلاص مش هيصد ولا هجوم ليه. بيضرب لوفي كايدو بضربات ورا بعض، لكن كايدو زي ما قال له ما بيصدش ولا هجوم، لحد ما كايدو خلاص بيضربه ضربه قويه جدا بتطيره بعيد. لوفي ما بيبقاش قادر يقف تاني، بيروح كايدو عند لوفي وبيفضل يضرب فيه. لوفي بدا ينزف دمه وخلاص جاب اخره. بيقول كايدو لوفي هي دي قوتك، لكن وفجاه بنشوف لوفي بيقوم تاني وبيغلف نفسه بالهاكي وبيضحك كايدو، وكمان لوفي بيضحك هو كمان، وبيفضلوا الاثنين ضحكه من هنا على ضحكه من هنا، وبعدها بيهاجموا على بعض بهجوم قوي جدا بيزلزل المكان كله. بيفضلوا يهاجموا على بعض، لكن وفجاه ما بنلاقيش لوفي، لوفي اختفى من المكان. بيقف كايدو وبيقول ان صحيح قدر يغلف نفسه بالهاكي الاسني، لكن ده سلاح ما تقدرش تستخدمه على طول، ده محتاج تدريبات طويله جدا، ولكن المشكله انه صدق نفسه انه ممكن يتغلب عليا. لو ما كنتش اديتهم الامل ده من البدايه ما كناش وصلنا لهنا، كان من المفروض اقطع راسه من اول قتال لينا. كايدو بيرجع من تطور الهجين بتاعه، كايدو بيلوم نفسه وبيقول انا اللي اديتهم الاهتمام ده، انا اللي اديتهم الامل ده، الذنب كله عليا انا. بنشوف لوفي هو فاقد الوعي وبيقع من طلعت انغوشيما ونازل للبحر، ولوفي فعلا بيقع في البحر وبيغرق وخلاص. وكايدو واقف بيضحك من شده غضبه وبيقول له انت كمان عجزت انك تكون الجي بوي. نرجع لكايدو وبيجي له اتصال وبيعرفوه انهم عرفوا مكان مومونوسكي، بيقول لهم انه جاي حالا، وبيقول لهم كمان عرفوا كل اللي في انغوشيما ان قبعه القش خسر في القتال ضده وان كايدو هو المنتصر في المعركه. نرجع للبيج مام وبنشوف اوسب ونامي وهم بيجروا من البيج مام، وبتقول البيج مام لاوتاما انها ترجع لكن ما بتردش عليها، وبتقول لها خلاص براحتك، وبتحضر قوتها عشان تهاجم عليهم ولسه هتضربهم. فجأة بتيجي ايد وبيصد هجومها، وبيطلع ان ده كابتن كي، وبيضرب البيج مان ضربة قوية جدا بتوقعه على الارض، وبتخلص الحلقات على كده. طيب يا جماعة طيب قبل ما نبدأ في تخليص الحلقة عاوز اقول اني هتكلم عن كايدو 5 دقايق عشان نفهم مين كايدو وايه دور الاكبر في القصة، وايه كلماته الغريبة اللي قالها في الحلقات السابقة عن الجي بوي، وايه علاقته اصلا بالجي بوي اللي مات من 800 سنة فاتت. قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك واللايك عشان انتوا بقيتوا كسلانين في عمل اللايك، والكلام موجه للناس اللي ما بتعملش لايك. عطنا لايك يا اخي يلا يا كسلان منك ليه، خش على اللايك وفرقعه، وما تنساش انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا. قبل 59 سنه او زي ما يقال اتولد كايدو في الجراند لاين في جزيره اسمها فودكا، وهو في سن العشر سنوات اعتبروا كايدو من اشرس المقاتلين والمحاربين هناك، وكان بيقود جيش الجزيره لمحاربه الجزر الثانيه بهدف النهب والسيطره عليها، وكمان عشان تكون دولته معترف بيها بين الدول الثانيه انها دوله قويه وتكون ليها دور في اوقات الريفيري. بيعدي كام سنه وبيبدا كايدو يتساءل ايه هم التنانين السماويه وايه دورهم في الحياه، بما انهم حساله وما بيعملوش حاجه غير انهم بيحكموا بطرق بشعه عشان يرضوا رغباتهم الشخصيه. كايدو كان عنده تساؤلات كتير بتدور في راسه. كايدو راح للملك عشان عاوز اجابات على الاسئله دي، لكن الملك ما ادالوش الاجابات اللي كان مستنيها او اللي هي ترضيه. في الوقت ده حصل تمرد من كايدو على الملك واعتبروه تهديد عليهم وعلى الجزيره. بيامر الملك الجنود انهم يمسكوه، لكن كايدو قتلهم كلهم. حصلت معركه لم يتم الكشف عنها هناك، ولكن يقال ان ربع الجزيره او ربع القصر اللي هم فيه اتدمر تماما، وجنود كتيره ماتت هناك في الوقت ده. كايدو كان متميز جدا بين الجيش بجسمه الفولاذي، وده خلى عيون الحكومه تكون عليه، ولكن في النهايه كايدو اتهزم برضه. ويقال في الوقت ده ان كان كايدو عند سن 16 سنه من عمره. كايدو تم تسليمه للبحريه كنوع من الصفقات ان جزيره فودكا تكون عضوه رسميه في اجتماع الريفيري، ولكن بعد عده ايام بعد ما كايدو استعاد قوته من جديد بيقدر يهرب من الحكومه. في الوقت ده البحريه حطت مكف عليه وهي 70 مليون بري. بتعدي 5 سنين وكايدو اصبح اقوى من ذي قبل، لدرجه ان كايدو بقى بيخلي جنود البحريه تقبض عليه عشان يروح ياكل الاكل بتاعهم اللي في السفينه عندهم، يعني من الاخر كان معتبرهم المطعم بتاعه، وقت ما يجوع بيسلم نفسه ليهم، وبعد ما بياكل ويشبع بيدمر السفينه وبيهرب تاني. تقريبا في سن 23 سنه او ما بعد كده سمع اللحيه البيضاء بذلك الشخص. كايدو
سيده كان في الوقت ده ما كانش قرصان، ده كان شخص زيه زي اي حد عادي، لكن ما كانش عادي قوي، لكن نكتفي انه ما كانش قرصان. بعدها عرض اللحيه البيضاء على كايدو انه ينضم ليهم وهو طاقم الرقص، وبالفعل انضم كايدو ليهم. طبعا احنا عارفين مين طاقم الرقص فمش هحكي عنهم حاجه، وانا شرحت مين هم طاقم الرقص هنا على القناه تقريبا. اسم الفيديو ليونكو الخامس او اللقاء المنتظر. بعد ما انضم كايدو ليهم حصلت معركه بين طاقم الرقص والبحريه وملك القراصنه جولدي روجر، واتحالفت البحريه مع روجر عشان يهزموا طاقم الرقص، وبالفعل تمت هزيمه طاقم الرقص في الوقت ده. بعدها اتفكك طاقم الرقص وكل شخص منهم اسس طاقم لوحده. في نفس الوقت الاخبار لفت العالم بان طاقم الرقص اتهزم من البحريه. طبعا الناس ما كانوش مصدقين ازاي طاقم بالقوه دي يتهزم، لكن بعدها صرح الكاتب ان سبب خساره طاقم الرقص هو ان ما كانش فيه تفاهم بينهم والعمل الجماعي كان معدوم تماما. طاقم الرقص قبل الهزيمه كان معروف باقوى طاقم في العالم، وفي نفس اليوم ادت البيجمام لكايدو فاكهه التنين بتاعته وعرفته ان الدين بتاعها ملهوش نهايه، يعني مهما هتعمل مع البيجمام من مواقف برضه هيفضل ليها دين عليك. في مسير كايدو كقرصان اتهزم 7 مرات وتم القبض عليه 18 مره من البحريه. في مره من المرات لما كان كايدو محبوس عندهم نقلوه في جزيره اسمها بانكا هازا وسجنوه في معهد الابحاث اللي هناك. الجزيره دي كانت عليها العالم الشهير فيجابانك. طبعا فيجابانك عمل ابحاث على كايدو واستخرج منه الدي ان ايه بتاعه، وده طبعا خلاه يصنع فاكهه شيطان نسخه من كايدو اللي شفناها حاليا مع مومونوسكي. لكن زي ما قلنا في فيديو سابق انهم ما كانوش في الوقت ده مقدرين قوه كايدو واعتبروها كانت تجربه فاشله، لكن كالعاده كايدو قدر يحرر نفسه. في اثناء الوقت ده كايدو شاف شخص برضه بيتعمل عليه تجارب، الشخص ده كان اسمه البر. كايدو شاف ان البر من سلاله نادره جدا وقويه جدا للغايه، وبسرعه عرض على البر انه يحرره من هنا بالمقابل ينضم ليه ويكونوا طاقم مع بعض. البر بيسال كايدو هو انت هتقدر تحميني؟ كايدو بيفاجئه وبيقول له انا الوحيد الشخص اللي اقدر على كده. في غلاف تاني بنتفاجئ كلنا ان كايدو طلع عارف مين هو الجي بوي وعارف ايه قصته كلها، لكن برضه لم يتم الكشف عنها ازاي عرفه وازاي عرف اسراره عن الجي بوي. كايدو بعد ما عرف مين هو الجي بوي سخر نفسه للشخص المنتظر اللي هيجي يتغلب عليه ويكون اقوى منه، اي بيعتبر انه هيكون الحاجز للقراصنه اللي هيفكروا يكونوا هم الجي بوي، وكمان عشان يحقق المعجزات اللي انتظرت من 800 سنه. يعني الشخص اللي هيتغلب على كايدو راجل لراجل هيكون هو الجي بوي. بعدها كايدو اطلق على البر اسم الملك اللي هو حاليا معروف باسم كينج. في مسير كايدو جمع طاقم قراصنه خاصه بيه بعد 10 سنوات من تجميع الطاقم واشتهر بشهره كبيره جدا. عرضت عليه واحده اسمها جي هوراشي، ودي واحده من الطاقم عنده، والست دي كانت واحده من بلد وانو زمان واكيد عرفناها من ارك وانو. المهم ان الست دي عرضت عليه انه يحتل بلد وانو وانها فيها معادن كتير واكتريتها معادن الكروكسكي اللي بتقدر تبطل فواكه الشيطان، وانهم كمان يبنوا مصانع هناك ويصنعوا فيها اسلحه، وده هيدي لكايدو نفوس كبيره وكمان هتزيد من قوه الجيش تبعه. بعدها تعاون كايدو مع اوروتشي وبنوا مصانع كتير هناك، وكمان كايدو بنى قلعه انغوشيما هناك. بعدها بيظهر اودين واتحالفوا مع بعض لمده 5 سنين على اساس انهم هيسيبوا بلد وانو وهيمشوا منها بعد ال5 سنين. طبعا انا مش هتكلم في التفاصيل اللي حصلت، لكن لو عاوزين تعرفوا كل حاجه بقيه الارك في القناه روحوا شوفوه وتعالوا كملوا معانا عشان تفهموا. بتعدي 5 سنين وطبعا زي ما كلنا عارفين وشفنا خيانه اوروتشي وكايدو لاودين. اودين قرر هو والاغماد التسعه اللي هم اتباعه انهم يقتلوا كايدو ويخرجوه من بلد وانو. بعد قتال طويل بين كايدو واودين واتباعه حصلت مكيده في الحرب ما بينهم مما ادت الى انتصار كايدو، لكن رغم من الانتصار ان برضه كايدو طلع متصاب، وكايدو لاول مره شفنا فيه ندبه اثرت فيه، حتى هو بذات نفسه كان معترف ان اودين كان قادر على قتله. بعدها كايدو بيحرق كل حاجه تخص اودين وبيتربع على عرش القمه. في نفس المسيره تمكن كايدو انه يحصل على اول بونجليف الطريق اللي كان في بلد وانو، ودول 4 احجاره بيوصلوا لجزيره رافاتيل، بمعنى اخر هي جزيره الوان بيس. وفي نفس الوقت بنتفاجئ كلنا باعدام ملك القراصنه جولدي روجر. كايدو اتلقب بواحد من اليونكو بعدها واتعرض باقوى مخلوق على وجه الارض. طبعا كلمه اقوى مخلوق غريبه شويه، يعني بمثال ليه ما قلتش اقوى انسان بدل مخلوق؟ لان يا صديقي انا ما اعرفش بصراحه، لكن في كلام كتير على السوشيال ميديا ان كايدو من فصيله الغيلان واكتريتهم متفقين على كده، لكن ده طبعا مش موضوعنا. بعدها بنشوف كايدو لاول مره من وقت انشاء سلسله وان بيس بالكامل، يعني من 25 سنه في واقعنا الحالي احنا كبشر مش انمي يعني. واهي لسه القصه شغاله وما انتهتش، يعني اعمل حسابك ان شعرك هيبيض وهتمسك عكاز في ايدك عشان تمشي بيه، ولسه قصه وان بيس هتفضل شغاله، ممكن كمان اودا يموت واولاده يمسكوها مكانه. في الوقت ده بنشوف كايدو وهو بيبحث عن مكان يموت فيه، وبصدفه مقصوده طبعا بينزل
عند السوبر نوفا اللي هم كانوا بيشكلوا تحالف عشان عاوزين يهزموه. طبعا بيتغلب عليهم كلهم ومنهم اللي بينضم ليه. بعدها بنشوف مواجهة لوفي ضد كايدو وبنشوف ان كايدو اتطور بشكل كبير جدا وقوته بقت جبارة قوي. ورغم ان القتال دار في الحلقة 16 دقيقة متواصلين بين لوفي وكايدو الا ان كايدو ما كانش بيصد ولا هجمة من لوفي وبضربة واحدة من كايدو خلي الجسم لوفي كله عبارة عن دم واتحبس كمان عنده. بعدها بنشوف ان كايدو كان شغال مع واحد من الشيت شيبوكاي اسمه دوفلامينجو وده كان بيورد له فواكه السمايل الاصطناعية ودي كانت بتدي للطاقم بتاعه قوة وحش. وبتدور احداث كتيرة زي تحالف الساموراي مع لوفي وتحالف 3 من السوبر نوفا بالطاقم بتاعهم عشان يهزموا كايدو. في نفس الوقت في بلد وانو بتوصل اليونكو البيجمام عشان عرفت ان قبعة القشلوفي في بلد وانو ولكن يشاء القدر وتتحالف هي وكايدو مع بعض. بيعملوا التحالفات دي خطة وبيدخلوا بيها قلعة اونغشيما. وبرضو ما ننساش قتال الاغماد التسعة اللي بصراحة كان حاجة فوق العظمة ضد كايدو لكن برضو كايدو كان اقوى منهم وهزمهم كلهم. بعدها بيوصل لوفي والباقيين على السطح عند كايدو وبيتحاربوا مع بعض. بعدها بيقف كايدو والبيجمام في وش السوبر نوفا وبيحاربوا بعض والقتال ما بينهم كانت حاجة فوق العظمة برضو وممكن دي يكون اعتبارا للناس ان دي اعظم حرب شافوها في حياتهم. لكن برضو التفوق كان عند كايدو وبعد هزيمة كايدو لوفي عدة مرات الا برضو كان بيحاول ينافس كايدو لحد ما اخيرا قدر لوفي ان يطور من نفسه ويستخدم الهاك الاسمي زي كايدو. لكن برضو عشان ما عندوش خبرة اكتر في الهاك الجديد بيفقد الوعي وبيقع من قلعة غوشيما وبيقع في المية. بعدها وبيعلن كايدو انتصاره على لوفي وبيعرف كل اللي في المكان. ولحد هنا احنا خلصنا للحلقة 134. هنكمل بقية الحلقات وبرضو ما تنساش الاشتراك واللايك عشان ده بيساعد كتير. بس عاوز اقول حاجة اخيرة، انا هنا حاطط ون بيس في القايمة الاولى يعني ما ببديش اي انمي عليه خالص ودايما هو بكون حطه في الواجهة الرئيسية. اول ما بخلص منه حلقات بنزلها على طول وكمان انا خطي انذار في القناة بسبب تخليص المتكرر لون بيس فلازم برضو انزل اي انمي تاني معاه. وكمان عملت قناة احتياطية، خش بسرعة فجر الاشتراك هناك عشان هناك هلخص انمي المحقق كونان ودراجون بول وبعضا من الانميات الجديدة. وكمان الريتش بتاع القناة هو على الاخر يعني يا ريت تدي مشاهدة ولو واحدة كل يوم بس. ويلا بينا للحلقة الجديدة. بنشوف مومونوسكو هو لسه عمال يصرخ من الالم اللي جاي له في راسه. بعدها بنشوف كيمن وهو بيسمع صوت مومونوسكو لحد ما بيوصل عندهم. بعدها بنشوف بيرو اسبيرو وهو قتل كل الساموراي اللي هناك وكمان تشوبر بيكون متصاب وواقع على الارض لكن برضه بيرو اسبيرو بيهاجم عليه ومش رحمه. بعدها بنشوف تشوبر وهو خلاص تحوله بدا ينفذ منه لكن بيفتكر لما كان في السفينه وبيقول له سيزر بعد ما شاف كلة الرامبل بتاعته انه يقدر يزود قوه الوقت اللي بيتحول فيها الوحش يعني تشوبر بيقدر يتحول لقوه الوحش بتاعته لمده 3 دقائق بس. اما سيزر بيقول له انه ممكن يعمل له تركيبه تحوله لقوه الوحش لمده 30 دقيقه. يا الهي. لكن تشوبر بيبص له كده وبيقول له يا عم ما هي 30 دقيقه اكيد ليها اثار جانبيه ودي هتاذي جسمي جامد. بيقول له انت عبيط يا ابني ولا ايه، انت لو بتفكر بالطريقه دي يبقى عمرك ما هتتطور ابدا. بص حواليك وشوف انت فين بالظبط، انت في الجراند لاين اللي مفيش حد بيرحم التاني فيه. وتشوبر واقف محتار وعمال يفكر وبعد تفكير كتير من تشوبر بيقول له يا عم خلاص اعمل اللي انت عاوزه، المهم ان اقدر اساعد اصدقائي. بيقول له هو ده الكلام، يلا معلم بقى حضر لي المكونات اللي هقول لك عليها دي وهاتها بسرعه. نرجع للحاضر بقى وبنشوف كوين وهو بيهاجم على تشوبر بالليزر بتاعه لكن تشوبر بيتفاداها في اخر لحظه. وفجاه تاني بنشوف بيرس بيرو وهو بيهاجم هو كمان على تشوبر لكن المره دي بيصدها بايديه. هو ده الكلام يا عم تشوبر. وهم واقفين بنلاقي كوين بيفكك راسه بيتمدد وبسرعه بيروح يعض تشوبر من كتفه وبيثبته مكانه. يا ابن العضاضه. بيفتكر تشوبر كلام لوفي وهو بيحمس فيهم وبيعرفهم انه بيعتمد عليهم هنا عشان هو هيطلع يحارب كايدو. الطاقه بتشتغل عند تشوبر وبيمسكه من رقبته وبيرميه بعيد لكن كوين بيهاجم عليه مره ثانيه وبيجري عليه تشوبر وبيقدر يمسكه من رقبته. وفي نفس اللحظه بتظهر البنت دي وبتعلن للجميع ان قبعه القش لوفي اتهزم وغرق في البحر والمنتصر في معركه السطح هو كايدو. الكل بيسمعها وبيكون مندهش من كلامها ما عدا سانجي وزورو اللي هم ما بيكونوش مصدقين ان قائدهم خسر. في اثناء الوقت ده بنشوف كانجورو وهو لسه بيرسم شخصيه ثانيه. الله يخرب بيتك انت ما بتزهقش يا عم من الرسومات دي، بس يا ترى هيكون راسم لنا ايه المره دي. نرجع بقى لمومونوسكو وكيمن وبتشوف شنوب الضفدع ده وبتعرف انهم متراقبين وهم واقفين. فجاه بيسمعوا صوت حد جاي لهم من على السلم، بيروحوا يشوفوه وبيلاقوه اودين هو اللي جاي لهم. شنوبي بتتصدم والدموع بتنزل منها وفرحانه ان سيدها لسه عايش وكمان مومونوسكي عمال يعيط وفاكر ان ده ابوه. بيمسكوا كيمون وبيفهموا انه ده مش ابوه. بتقف كيكي قدام اودين وبترفع السيف في وشه وبتنطلق عليه لكن اودين بيفكرها بذكرياتهم مع بعض لحد ما كيكي بتتردد في لحظه في قتله وبتلاقي السيف راشق في جسمها. بيمسكها كيمون وعمال يعيط هو كمان عليها. بتقول له كيكي انها اسفه انها ما قدرتش تعمل حاجه قدام
قدامه وبتاعه على الارض، لكن ما نعرفش اذا كانت ماتت ولا عايشه. بيظهر كانجورو على شكل الاصلي وبيفضل يرقص ويستفز بكيمون وبيقول لهم انتم فشله، انتم مالكمش لازمه. بيستخدم كانجورو قوته وبيرسم رسمه اكنهم داخل مسرح ولسه برضه عمال يستفز فيه، لكن بيجري كيمون عليه وبيقدر يقطعه. بس يا رب يكون مات بجد المره دي عشان انا زهقت من الشخصيه اللي ما عندهاش ذره حب واحده دي. بيقع كانجورو على الارض اخيرا وباين انه مات. بتقول شينوبي انهم لازم يغيروا مكانهم باسرع وقت لان العدو هيكون عندهم دلوقتي. وفجاه بنشوف اللي بيكسر عليهم السطح من فوق وبينزل عندهم. ايوه ده كايدو يا جماعه، ملك الوحوش. بيقول كيمون للشينوبي انها تاخد مومونوسكو وتهرب من المكان بسرعه. بيقف كيمون في وش كايدو. لكن كايدو بيستخدم قوته وبينزل بيها على كيمون بيدفنه مكانه في الارض. بعدها بينتقل المشهد لكيمون وكايدو، وكيمون في حالة يرثى لها، اتنين من الأغماد التسعة مهزومين على الأرض جنبه، كيمون عمال ينزف في دم من كل مكان، كيمون بينادي على كايدو وبيقول له لأ أنا مش هسيبك تروح وراهم، أقف وقاتلني هنا، أنا ما زلت خصمك. كيمون بيروح عند كايدو وبيغرس السيف المكسور بتاعه في رجل كايدو، كايدو بيبص له بنظرات شفقة، كيمون بيفتكر ذكرياتهم مع بعض، لما كان مومونوسكي بينادي له بأبي، كانت ذكرياتهم جميلة جدا، ذكريات كانت تملأها الأمل والسعادة، أنا آسف، آسف أودين سما. ما قدرتش احمي مومونوسكي سما، اسف يا اصدقاء، ما قدرتش احمي الوريث الوحيد مومونوسكي، ارجوك اهرب، كان نفسي اكون جنبك وانت بتكبر، كان نفسي احررك من بلدوانو وانا معاك. لوفي دونو، املنا وامل كل الساموراي اللي في بلدوانو، كل امالهم متعلقين على كتافك انت. وفجاه كايدو بيمسك سيف من على الارض وبيرشقه في جسم كيمون، كيمون بيصرخ من الالم والدم بينزف منه، ومع اخر كلمات كايدو مت نقيا وبشرف المحاربين، فالهزيمه دايما يصعب تقبلها. شينوبي عمالين يجروا، مومونوسكي ماسك الضفدع اللي كان بيراقبهم في ايده، رنين بيحصل في راس مومونوسكي وبيكون ست لوفي. مومونوسكي بيوقف عياط وبينادي على كل الموجودين انهم يسمعوه كويس، كل اللي في القلعه بيقفوا عشان يسمعوه، وبيعرف كل الموجودين ان لوفي حي وان اقسم ليه انه هيرجع تاني. انا عارف ان الامر صعب عليكم، لكن ارجوكم كملوا القتال زي ما انتم حتى اخر نفس في حياتكم. الكل واقف وبيسمع في هدوء، الساموراي والحلف بيرجع لهم الامل من تاني، ولوفي عمال يغرق ومش عارفين هيطلع ازاي من البحر. وبتنتهي الحلقه على كده. انا عارف ان ممكن تكون الحلقه قصيره جدا، لكن ما تنسوش تتابعوا الكومس عندي عشان تشوفوا كل جديد، وبنكمل هناك بقيه الحلقات. وخلاص قربنا على الجيرو 5، وما تنسوش الاشتراك واللايك، واهم حاجه اللايك والتعليق عشان ده بيساعدنا والله، وانكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع اخر كلماته فلسفه الاشرار، مت نقيا وبشرف المحاربين، فالهزيمه دايما يصعب تقبلها. شينوبي ومومونوسكي عمالين يجروا، مومونوسكي شايل الضفدع اللي كان بيراقبهم في ايده، وبيعرف كل الموجودين بكلام لوفي الاخير ان لوفي حي وهيرجع تاني لمحاربة كايدو. انا عارف ان الامر صعب عليكم، لكن ارجوكم كملوا القتال زي ما انتم حتى اخر نفس في حياتكم. في سفينة لو تحت البحر. ايه ده؟ مش ده لوفي؟ ايوه بسرعه اجري عليه عشان ننقذه. في الاتجاه التاني نامي واوسب لسه بيجروا وكلهم فرحانين ان لوفي لسه بخير، وبنشوف زيز بقى في عصايه التاكسي بتاعت نامي. في اليمة التانية البيج مان بتهاجم على كيد لحد ما بيوصل له، وبيقفوا هما الاتنين في مواجهه البيج مان. كايدو واقف وبيبص لفوق ونشوف اللي بينادي عليه، يا ماتو المفروض انك بتنادي لي بابي، ما هو انا جاي النهارده عشان اكسر الروابط اللي بيني وبينك. تكسر الروابط هتقدر؟ في اليمة التانية نامي ضد اوليتي اللي طلعت لسه عايشه وما ماتتش من ضربه البيج مام، بتطلع نامي الرعد من العصايه بتاعتها، لكن بنتفاجئ ان زيس هو اللي خرج. ازاي ده حصل؟ لسه ما بانش، لكن اكيد هيبان قدام. بيتحول زيس لشكل الرعد بتاعه وبينزل بيها على اوليتي وبيهزمها. بتشوفهم باو وبتعرف كل الموجودين ان في اتنين من التوبرو بيتهزموا. الكل في حاله قلقان، بيمسك اوسب بباو وبيخلي اوتاما تتكلم فيه، وبتعرف كل الناس اللي اكلت الدونغ بتاعها. لكن قبل ما نعرف قالت ايه، تعالوا نشوف كايدو. كايدو بيتحول لشكل التنين وبيطلع عند ياماتو فوق، وبياخد باله ان ابنه شال الاصفاد المتفجر من ايده. بعد ما طردك من هنا يا كايدو انا هروح مع لوفي. لا ما تقلقش انا مش هتحرك من بلدوانو. كايدو بيرجع لشكله الاصلي، انت عارف انك مش هتقدر تهزمني، فخليك معايا احسن وكن شغن بلدوانو. ياماتو بيرفض وبيعرفه ان قبعه القش لوفي هو اللي اودين كان مستنيه، ولحد ما يجي انا هقف في وشك. وبضربه واحده من كايدو على ياماتو بتزلزل السطح كله، والمعركه بتبدا ما بين الاثنين. في طابق العرض كوين، هي البنت دي بتعمل ايه؟ ومين دي اصلا؟ وفين بان؟ اوتاما بتشوف كوين وبتغمى عليها من الفضه. في الطابق الرابع جيمبي بيحارب التوبو روبو ومعاه اتباعه، اكيد مفيش اعذار دلوقتي يا جيمبي، هو بيقصد عشان لوفي اتهزم من كايدو يعني.
لا، احنا عارفين قبل ما نيجي ان المعركة هتكون 30,000 ضد 5,000، ومتوقعين وعارفين ان المعركة مش هتكون شخص ضد شخص. جيمبي واقف في موقف صعب قدام واحد من التوب روبو اللي بقوة جيمبي، واتنين من الضباط اللي اقل منه شوية في القوة، كل ده قصاد جيمبي لوحده، وفرانكي كمان طلع عينه من اتباع كايدو، وانوروشي ضد جاك واتباعه. المعركة ما فيهاش تعادل بين الجميع، وكل على وشك السقوط. في الطابق العرض عند سانجي، نامي واسب بيقدروا يصحوا اوتاما من جديد. اوتاما بتقف وبتتكلم بعلو صوتها وبتقول لكل شخص اكل الدونغ بتاعها، اسمعوني كويس، اخي لوفي واصدقائه بيحاربوا اتباع كايدو، خليكم في صفهم وجانبهم. وفي سفينة لو بيقدروا اعضائها انهم ينقذوا لوفي من البحر. مومونوسكي عمال يبكي بسبب اللي حصل لكيمون، وفجأة تغيير تام في المعركة. اتباع كايدو بتشتغل عليهم تأثير الدونغ بتاع اوتاما، وبيبقوا خدام عندها، وكلهم بيقفوا في صف لوفي والساموراي وبيحاربوا اتباع كايدو وبيهزموا عدد كبير منهم. تغيير جذري في المعركة كلها، اتباع كايدو على وشك السقوط وما تفضلش غير عدد قليل منهم جدا. مين بيفهم ان اوتاما هي اللي عملت كده وبيحاول يهاجم عليها، لكن بيجي سانجي وبينزل على دماغه. كوين بيقول له انا عارف ان انت ابن داجك، بطل تناديني بالاسم ده، ولكن على ما اظن انك كنت واحد من فريق الابحاث معاهم. انت بتقصد فريق المادز؟ ايوه، ده كان من زمان جدا، لكن انا دلوقتي بقيت سايبره وعندي اسرار الخاصة. وفجأة كوين بيدخل في تطور الهجين بتاعه وبيقف على رجليه زي الانسان، وايد الشمال بتتحول لايد آلية، وايد التانية ماسك فيها سيف. سانجي بيسأل تشوبر انت بخير؟ تشوبر اتقلص وبقى على هيئة طفل بسبب تأثير كرة الرامبل بتاعته اللي شرحناها في الفيديو السابق. زورو انا معايا علاج ليه، بس المشكلة ان مفعول العلاج ده لو خلص هيزيد الالم عليك اضعاف اضعاف. ما تقلقش عليا يا تشوبر، طالما اني هقدر اقاتل من جديد فمش هتفرق ايه اللي هيحصل معايا بعد كده. في اليمة التانية هوز بيتكلم وبيقول انا مش عارف ايه اللي بيحصل، لكن انا مش هتسهل معاك مرة تانية يا جيمبي. بيهاجم هوز على جيمبي باسلوب السيف بتاعه. جيمبي هو كمان بيهاجم عليه بفن الكاراتيه، وبخطوة سريعة جدا من هوز بيهاجم على جيمبي، وهوز بيقدر يستخدم تقنيات السي بي نايت زي الطيران وهجوم الريجكت بتاعهم، لكن برضو جيمبي بيقدر يسد كل هجماته. بيتحول هوز لقوة الوحش بتاعته. جيمبي بيفكر وبيقول ازاي بيستخدم التقنيات دي كلها، مش المفروض دي بتاعت السي بي نايت؟ ازاي اتعلمها؟ قبل 12 سنة هوز كان واحد من السي بي نايت، الحكومة كلفته انه يحمي سفينة بحرية عليها فاكهة شيطان بيتم نقلها الى مكان ما، لكن دخلوا في قتال مع قراصنة واتسرقت منهم. الفاكهة دي كانت هي فاكهة المطاط اللي مع لوفي حاليا. داخل القصر انضموا اتباع اوتاما اللي عددهم تقريبا 300 شخص للتحالف مع الساموراي، وهم حاليا بيحاربوا اتباع كايدو. الكل مستغرب من اللي بيحصل، اكيد البنت دي هي السبب ورا كل اللي حصل ده، امسكوها بسرعة وقتلوها. اصب واخد اوتاما وبيجري، ولكن بيجي العرب وبيحميهم، وكمان بتنضم ليهم سبيد وبعضا من اتباعها. موازين القوة بتنقلب 180 درجة، كل شوية عددهم بيزيد وبينضموا للساموراي. الحرب شغالة طحن من كل الجوانب، السيبي نايت قاعدين بيحللوا المعركة. من 5,000 من الساموراي مع اتباع اوتاما، بعد انضمام اتباع اوتاما للمعركة بقوا العدد كده 15,000 جندي في صف لوفي والحلف. اتباع كايدو من 30,000 بقى 20,000، ومعاهم المصابين بقوا 16,000 ضد 9,000. احنا ما يفرقش معانا مين هينتصر، المهم اننا نتأكد من موت شخص واحد بس، شخص عنده اسرار كتير عننا وده هيشكل خطر علينا. وبنعرف من كلامهم انهم بيتكلموا على هوز اللي بيحارب جيمبي. في الطابق الرابع عند جيمبي، المكان كله بيتدمر، بيهاجموا على بعض بهجمات قويه جدا من الطرفين. هوز انا عندي ضغينه اتجاه لوفي بما ان هو اللي اكل فاكهه الشيطان، تعرف يا جيمبي مين الشخص اللي سرقها؟ اللي سرقها مني كان احمر الشعر شانكس. هوز بيهاجم على جيمبي، لكن جيمبي بيحاول يصدها بالهاك بتاعه، وهوز بيهاجم بهجمات سريعه تانيه ورا بعض بيدمروا المكان كله، لكن برضه جيمبي بيقدر يصد هجماته كلها. كويس انك صدتها بالهاكي، والا كان زمان جسمك متخرم من كل هجماتي. لا ما تقلقش عليا، انا قوي كفايه اني اهزمك. تهزمني؟ هزلت. هوز بيستخدم وضعيه الوحش بتاعته، جيمبي بيركز وبيقف ثابت في مكانه، وفجاه وبسرعه جنونيه هوز بيهاجم على جيمبي. جيمبي بيحاول يصدها، لكن الهجوم قوي جدا عليه لحد ما بيتمكن منه وبيشقلبه على الارض. وبسرعه تانية من جيمبي بيهاجم عليه باسلوب الميه بتاعه، لكن هوز بيستخدم سرعته وبيهرب منها في اخر لحظه. هوز بيقول لما كان في السجن سمع شخص هناك بيقول انه من زمان جدا كان في شخص العبيد كانوا بينادوله باله الشمس واسمه نيكا، محارب اسطوره كانوا مؤمنين انه هو هيجي ويحررهم ويخلصهم من المعاناه بتاعتهم ويرسم الضحكه والابتسامه على وشهم من تاني. في الوقت ده امتلكني الياس ودعيت وامنت ان ممكن شخص زي ده يجي ويحررني من العذاب اللي كنت بشوفه كل يوم بسبب اني اضعت فاكهه الشيطان. جيمبي انت ليه بتعرفني كلام زي ده؟
هوز لانك كنت قائد فريق الشمس، والفريق ده ضم عبيد سابقين في الطاقم، وكمان البرمائيين ما عندهمش تاريخ غير العبوديه. هوز بيهاجم عليه بصابع من ايده وبيقدر يسيب جيمبي بيه. بيهاجم هوز مره تانيه على جيمبي، لكن جيمبي بيقدر يستخدم الهاكي وبيكسر له الصابع بتاعه، وبضربه قويه جدا من جيمبي بفن الكاراتيه بيقدر يهزمه اخيرا. في طبق العرض بيهاجم كوين على سانجي بالليزر بتاعه. زورو بيصرخ عليهم انهم يشيلوا الرباط اللي عليه ويحقنوه بالمصل بسرعه. في الغواصه قدروا انهم اخيرا ينقذوا لوفي، لكن بيكون فاقد الوعي، وبعد شويه بيصحى لوفي وبيكون عاوز لحمه كتير عشان بيكون جعان. في اليمة التانية فرانكي واقف قدام ساساكي، والاتنين اقوياء جدا ومش قادرين على بعض، وفجاه ساساكي بيستخدم ودانه وبيطير بيها في الجو وبيهاجم على كل اتباعه تاما عشان كانوا بيساعدوا فرانكي هناك، لحد ما بيروح عند فرانكي وبيهاجم عليه هو كمان، لكن فرانكي بيطلع السيب بتاعه وبيقدر يصد هجومه. بيرجع ساساكي يقف تاني على الارض وبيتخذ وضعيه الهجوم، وكمان فرانكي بيتخذ وضعيه الدفاع وبهجوم قوي جدا وسريع على فرانكي. بيحاول فرانكي انه يصد هجوم ساساكي لكن ما بيقدرش وبيقع على الارض ودراعه الالي بيتضرر جامد. بيهاجم ساساكي على فرانكي بالسيب بتاعه، بيحاول فرانكي انه يتصدى ليه بالسيف اللي معاه، لكن ساساكي بيكون اقوى منه وبيقدر يكسره له. بيبعد فرانكي خطوتين عنه وبيهاجم عليه بالليزر بتاعه، وفعلا بتيجي اصابه مباشره فيه، وبيبدا ساساكي انه ينزف دم، لكن برضه بيقوم يقف تاني وبيهاجم على فرانكي بهجوم قوي جدا ومفاجئ وبيوقعه على الارض، وفرانكي واقع على الارض وبيهاجم مره تانيه بالليزر بتاعه وبتيجي في بطنه، بس مش عارفين بقى مات ولا لسه عايش. بنشوف كايدو وهو نازل هجوم على ياماتو وبيعرفه ان فاكهه الشيطان بتاعته ما كانش ناوي ياكلها له. بيعرفه ياماتو انه ما كانش يعرف انها فاكهه شيطان وقتها، وانه كان جعان بس في الوقت ده عشان كده اكلها، لكنك حاولت انك تقتلني مرات لا تحصى، وبسبب كده انا بقيت اقوى وهفضل ازيد في قوتي عشان اهزمك، وده اللي خلاني افضل في الجزيره دي ومش عاوز اسيبها، وفضلت مستني اليوم الموعود اللي هقدر هطردك فيه من بلد وانو. ياماتو اكل فاكهه اينو نومي، فاكهه كلب اسطوريه. ياماتو حكم اوروتشي كان طاغي جدا وانا عارف ده، لكن خليك انت الشغل بتاع البلد دي وانشر فيها السلام اللي انت عاوزه. لا انا هحرر الساموراي وهحرر اهلها وبعدها هفتح حدود وانو. ياماتو بيهاجم على كايدو باسلوب النار من بقه، وكايدو هو كمان بيهاجم بنفس الطريقه، وبيحصل تصادم بينهم جامد جدا. في الطبق الثالث روبين ضد بلاك. روبين بتشوف امها ورئيس العلم كلوفر وسول صديقه وبيرحبوا بعض هما الاثنين. بروكو بيصرخ عليها وبيقول لها فوقي ان ده كل وهم، لكن المفاجاه ان روبين طلعت اصلا بتمثل انها داخل الوهم عشان تغفلهم وتدي كف الاتباع بلاك وبتطيرهم بعيد وبتقدر تهزمهم. بعدها بيطلعوا بيجروا، بلاك بتجري وراهم هي كمان، بس مستغربه ازاي قدروا يطلعوا من تقنيه الوهم بتاعتها. بروكو بيقول لها انه قضى 50 سنه عايش لوحده على السفينه وفاكر ان اصدقائه كان لسه معاه، فمش هيجوا النهارده ويطلعوهم عايشين يعني. بتهاجم عليهم بلاك بالسلاح اللي معاها وبتطلع منه نار. روبين بتقدر تتفادى هجومها، وبروكو بيطلع روح من جسمه وبيهاجم على اتباع ماريا، وبضربه واحده من بروكو بيقدر يهزمهم. بتقف روبين في وش بلاك وبتقرر انها تهزمها المره دي، وبروك بيقف في وش اتباعها هو كمان. بتستخدم روبين قوتها وبتطلع ايدين وبتقف في وش بلاك. على الشاطئ بره لوفي وطاقم لو، اللحم ده مش كفايه، انت بتهزر، انت اكلت مخزن الاسبوع كله اللي كان في السفينه عندنا. بعد شويه بيوصل مومونوسكو وشنوبي عندهم. مومو قدرت توصل هنا ازاي؟ ركبنا الطياره اللي بتعملها شنوبي وجينا هنا، بس انا مش مصدق انك لسه حي. المهم حمد لله على السلامه. فين كيمون؟ كيمون كيمون وكيكو هزمهم كايدو لما كنا هناك. مومونوسكي بيبكي، وفر عياطك ده لحد ما نخلص. فدايما القائد بيتحمل اي شيء بيحصل لاصدقائه. لوفي ارجوك اهزم كايدو والا كل تعبنا ده هيروح على الفاضي. ما تقلقش المره دي مش هخسر تاني. وهم واقفين بيشوفهم كريبو اللي كان مسجون معاهم، بس بيكون واقف بعيد عنهم شويه. مومو اتحول لشكل التنين بتاعك وطلعني فوق الى نغوشيما. مومونوسكي مصدوم ومش عارف يعمل ايه. في اثناء الوقت ده روبين بتهاجم على بلاك. بلاك بتحاول تتجنب هجومها وبتقدر تجرح روبين في ايديها. بلاك بتفهم قدره روبين ان دايما جسمها هو اللي بيتضرر. بلاك بتحاصر روبين بالشباك بتاعها وعاوزه تسممها بالسم بتاعها، لكن بتقدر روبين انها تتفاداه في اخر لحظه، لكن برضه بتمسك بجسم روبين وبتفضل تضرب فيها. روبين بتفتكر ذكرياتها لما كانت في الجيش الثوري وهم بيحاولوا يعلموها شويه فنون قتاليه. بتعمل ايد من ورا بلاك وبسرعه جدا بتضرب السقف اللي فوقيها وبتكسره فوق دماغها. بتغضب بلاك جامد وبتتحول لوحش كبير جدا. بروك بيهاجم على اتباع بلاك وعمال يتلك فيهم وفي المكان كله لحد ما بيوصل عند روبين اللي بتكون تعبانه جدا. عند لوفي كوريبو جاب له اكل كتير جدا، لوفي نازل فيها اكل ومش ناوي يسيب اي حاجه لحد خالص. في الجانب الثاني مومونوسكي بيطلب من شنوبي طلب غريب. شنوبي بتحاول توقفه وبتعرفه ان لو حصل الموضوع ده مش هيرجع تاني وهتفضل في عقل طفل صغير مدى الحياه، لكن برضه مومونوسكي بيصر انها تحوله لشخص كبير عشان يقدر يتحول لشكل تنين ضخم زي كايدو ويساعد لوفي انه يقدر يهزم كايدو ويحرر بلد وانو. وخلاص كلها كام فصل وهنشوف كايدو ضد لوفي وتطور الجيرو 5.
ازيكم يا اصدقاء، عاوز اقول حاجه قبل ما ابدا. تلخيص المانجا مش سهل، فبعد اذنكم لو الفيديو ده ما جابش 10000 لايك انا مش هلخص مانجا تاني، عشان بصراحه بتكون متعبه جدا وما بلاقيش الدعم المستحق من المشاهدين. وشكرا لكم على استماعي، ويلا بينا. بلاك ماريا بتهاجم على روبين بهجمات سريعه ورا بعض. روبين متصابه ومش عارفه تعمل ايه قدامها. بتبدا تفتكر ذكرياتها لما كانت في الجيش الثوري بيعلموها فن من فنون الكاراتيه. فعلا يا اصدقاء، التقنيه اللي اتعلمتها منكم دي افادتني كتير في الماضي وشكلها هتفيدني دلوقتي اكتر. وفجاه مع ضحكه بلاك في المكان وذكريات روبين في التدريب، ايه الهزه دي؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وفجاه شكل روبين بيتغير وبيتحول لفلورة الشياطين، شكلها مرعب تجسيدا للشيطان ذات نفسه. ما كنتش عاوز اتحول لكده، لكن انت اللي اضطرتيني ان اعمل كده. بلاك واقفه قدام روبين وخايفه منها، او بالاحرى قدام فلورة الشياطين. قوه مرعبه بتخرج من روبين، وفجاه روبين بتمسك ببلاك بايديها وبتكسر لها رقبتها من اول هجوم. معرفش بقى ده ايقاظ ولا لا، اتباعها واقفين مظلومين. ازاي ده حصل؟ بلاك سان، بلاك سان. وفجاه بروك هو كمان بيقطعهم كلهم وبيهزمهم وهم بينادوا عليها. وبكده هزيمه واحده من التوب روبو والمنتصر في المعركه بروك وروبين. قلعة أونغوشيما طايرة في الجو وفاضل لها 15 دقيقة وتنزل في نص بلد وانو. في الطبق الثالث رايزو ورئيس النينجا اللي كان من أتباع أوروتشي، وكل واحد منهم عمال بيهاجم على الثاني بأسلوب النينجا بتاعه. في نفس الطبق بس بعيد شوية هوكيز واقف ضد كيلر. كيلر عمال يهاجم عليه ويقطع فيه. هوكيز بيعالج نفسه بالأرواح اللي معاه بس خلاص بدأت تنفذ منه. في الطبق الثاني لو وكيد ضد البيج مان. إيه ده؟ أنا اتضربت إزاي؟ وليه بنزف دم؟ في اليمة الثانية عند هوكيز، عاوز أقول لك حاجة يا كيلر، من بين الأرواح العشرة اللي معايا في روح واحدة تبع القائد بتاع كيد، في كل مرة هتضربني فيها ضربة قوية اعلم ان قائدك هو اللي هيتلقى الضرر، ودلوقتي يلا هاجم عليا بكل قوتك. في الجانب التاني وفي طبق العرض تحديدا كوين وكينج واقفين مع بعض. ماركو مش قادر يقاتل تاني وجاب اخره خلاص. سانجي مضروب وواقع على الارض. كوين عمال يهاجم على الساموراي ومش عارفين يتفادى هجماته. اتشوبر حقق انزوره بالمصل بتاعه، لكن عشان جراحه كتير مفعوله لسه ما اشتغلش عليه بالكامل. كينج بيأمر كل اتباعه انهم يدوروا على زورو ويقتلوه حالا. سانجي بيطير بسرعه جنونيه وبيروح يضرب كوين عشان يبطل هجماته دي. بيرقص بيرو بينشل على سانجي وعاوز يضربه من ظهره، لكن وفجاه بنلاقي سيد القطط بيديله في وشه وبيخش هما الاثنين في الحيط. واحد من الساموراي بياخد زورو وبيهرب بيه عشان كينج ما يقتلهوش، لكن كينج برضه بيلحقهم وبيقف قدامهم بيولع النار في ايديه وبيهاجم على زورو. دخول رائع وجامد من ماركو وبيصد ضرب الكينج في اخر لحظه. المعارك شغاله من كل مكان، الوضع ما يطمنش على الاخر ومحتاجين معجزه يقفوا قدام الاثنين دول. كوين هو كمان بيهاجم بالليزر بتاعه، بيقف ماركو وبيقول خلاص انا كده دور انتهى هنا، الدور بقى على النجمين التانيين. وفجاه بنشوف زورو والضمادات بتتمزق من عليه وبدخول جامد وحماسي من الاثنين سانجي وزورو. بيضربوا كوين وكينج في لحظه واحده. ايه الجمدان ده؟ مهما اقول لن استوفي حقكم. باقي الحلف كلهم فرحانين وبيهتفوا للاثنين وبيقفوا هما الاثنين على خشبه المسرح قدامهم. بيحاولوا اتباعهم انهم يهاجموا على زورو، لكن بيجي كاماتسو وبيقطع فيهم. بيفوق كوين وكينج تاني، بيهاجم كوين عليهم هما الاثنين بالليزر بتاعه، لكن بيتفادى هجماته بسرعه جدا. بيقول زورو لسانجي انه يلبس اللبس الجيرمي بتاعه، لكن سانجي بيرفض وبيعرفه انه في كل مره بيلبس اللبس ده في حاجات بتحصل له في جسمه او في حاجات بتتغير. كينج بيهاجم على زورو بسرعه جدا، لكن زورو بيقدر يصدها على طول. كوين هو كمان بيهاجم على زورو بالدراع الاليه بتاعته، لكن سانجي هو كمان بيتصدى ليها. كوين بيقول لسانجي انت شكلك زي اخواتك سايبورغ، واكيد رجلك المولعه دي نار برضه، هي احد تجارب ابوك المجنون. لا انا مش زيهم، وبدون احباط ليك انا الوحيد البشري بين اخواتي. انت غبي؟ هو في شخص عادي هيقدر يولع رجليه؟ انت حتى كمان مش من عرق الرونالي. شكله بيقصد على كينج يعني. لا ده لان شغفي اقوى من اللهب على الاطلاق. انا مش عارف ايه معناها بالظبط، لكن كنت اتمنى ان افهم قوه سانجي. بيهاجم سانجي بضربات سريعه ورا بعض وهو غاضب جدا، وبيهاجم زورو هو كمان بضربات سريعه ورا بعض. وفجاه كينج بيتفادى ضربه من زورو وبيديله في وشه وبيرجعه كام خطوه ورا كمان. بيقف زورو مره ثانيه وبيقول له انت كمان بتستخدم الالات في ايدك ليه؟ هو في اسلوب في القتال ان لازم التزم بيه ولا ايه؟ ما يهمش طريقه القتال، المهم الفوز في النهايه. تمام قاتلني باي اسلوب انت عاوزه، فكده كده انا المنتصر في النهايه. في اليمة الثانيه كاماتسو قاعد مع الزعيم وبيقول الزعيم ان زورو بيفكرني بدايمون السابق لما كان شاب واسمه ايشومارو، وبنعرف ان ايشومارو ده كان شخص قوي جدا وهو من نسل اله السيافين ريوما، وكمان ريوما كان بعين واحده وكان بيقاتل بنفس طريقه زورو. في الطبق الثاني في مستودع الكنوز تحديدا جاك في تطور الهجين بتاعه وبيهاجم على انوروشي، لكن بيقدر انوروشي انه يمسك جاك وبيشقلبه في اليمة الثانيه. بيقف جاك من جديد وبيكلم انوروشي. انوروشي بيتحول لشكل السلونج بتاعهم وبيعرف جاك انه كان مستني معركه زي دي من زمان جدا. في المدخل الرئيسي
القلعه. بيري اوزبير واقع على الارض هناك ونيكو ماموشي واقف قدامه هو كمان، وواندا وكاروت هناك هم كمان، ونيكو ماموشي بيتحول هو كمان لشكل السولونج بتاعهم. عند المينا بنشوف طاقم لو وهم رافعين السلاح وخايفين. ايه ده، ازاي كايدو جه هنا وازاي عرف مكاننا بالسرعه دي؟ لكن المفاجاه ان في شيء حصل، شيء ما كانش متوقع انه يخطر على بال حد، شيء خلى الجميع واقف في حاله ذهول وكل واقف مستغرب ازاي ده حصل. كلهم عمالين يبصوا للسماء، لوفي هو كمان واقف مصدوم وبيبص للسماء، شنوبي هي كمان واقفه عماله تعيط ومتخبيه في ظهر لوفي. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ قبل 4 ساعات مومونوسكي بيطلب طلب من شينوبي. الطلب ده غريب شويه، طلب ما كناش فاهمين قصده ايه غير لما شفناه بعينينا. شينوبي انت عندك القدره انك تخلي الشخص يكبر في الجسم. شينوبي واقفه مصدومه ومش عارفه ترد. انت عاوز تعمل ايه بالظبط؟ ارجوك يا شينوبي خليني شخص بالغ في السن. مومونوسكي سما لو خليتك شخص بالغ جسمك بس اللي هيكبر وعقلك هيفضل في هيئه طفل زي ما هو. مومونوسكي مش مهتم بحياته، قرر انه يضحي بنفسه في سبيل شعبه والحلف بتاعه. ده ما يتقالش عليه طفل، ده يتقال عليه شخص حكيم، شخص بيقدر شعبه على نفسه، القليلين منهم الموجودين حاليا في العالم. وفجاه بنشوف مومونوسكي تحول لتنين زي كايدو، تنين وردي عنده كل قدرات كايدو، تنين شكله مرعب. مومونوسكي خلى شينوبي يكبره من العمر 28 سنه عشان يقدر يتحول لتنين كبير زي كايدو ويساعد لوفي ضد كايدو في المعركه. لوفي واقف قدامه متفاجئ هو كمان، واول كلمه من مومونوسكي يلا بينا نحرر بلد وانو. في الجانب التاني داخل القلعة، ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ مش عارفين، بس ده شكله هاكي ملكي. اوسب بيدخل عليهم بدخول كوميديا، وبيعرفهم ان هو هزم 2 من التوبروب لوحده، وان دي هالته هي اللي بتسبب الدمار اللي جنبهم ده، وكل اتباع كايدو بيخافوا منه طبعا، عايش يا اوسب والله. سبيد وإتاما واقفين على جنب بيبصوا على لوفي، نامي بتتصل بفرانكي، هو ايه اللي بيحصل مع لوفي يا فرانكي؟ طب هو بخير؟ فرانكي، ما عنديش أي فكرة يا نامي، أنا زيك، كل اللي أعرفه الكلام اللي قاله مومونوسكي فقط. نامي، أكيد مومونوسكي مع شينوبي دلوقتي، لكن المشكلة إني مش عارف أتواصل معاهم. فرانكي كويس ان مفيش خبر عنهم، ده يعني كده ان هم بخير. المهم لو خلصت عندك تعالي عندي عشان جميع الاعداء فضل انهم يجوا عندي هنا في الطابق العرض. فرانكي وشويه من طاقم لو عمالين يهاجموا على اتباع كايدو، وفي نفس الطابق بروك شايل روبين اللي فاقده الوعي وعمال يجري بيها عشان يوديها في مكان امن، وهم ماشيين بيقابلوا اتباع كيد وهم عمالين يهاجموا على اتباع كايدو هم كمان. في معركه السطح كايدو ضد ياماتو، ياماتو بيهاجم على كايدو بهجوم قوي جدا، لكن برضه كايدو بيصدها وبيضحك كمان وبيرجع يهاجم عليه هو بهجوم قوي جدا. ياماتو بتحاول تصدها لكن الهجوم قوي جدا وبيطيرها بعيد. بيقف كايدو وبيقول انت دايما كنت بتقول انك هتقتلني. ايوه ده صحيح، لكن دي مش مشاجره عاديه بين اب وابنه. لكن عاوز اقول لك حاجه، ان اردت لقب اودين فلازم تستعد للحرب. ليه؟ هو الاعجاب بالشخص جريمه؟ في الماضي كنت على وشك الموت من الجوع، وفجاه هاله بتخرج مني وبتسكت جميع الناس اللي حواليا. هاكي ملكي ده علامه كويسه، لو فضلت مصر على انك اودين يبقى موتك افضل ليا. كايدو بيحبس ياماتو في كهف وبيديله مده شهر، لو ما بطلتش تقول اسم اودين ده هسيبك تموت بجد. وكمان بيكون سايب شويه ساموراي معاه في الكهف. ياماتو بيصرخ وبيترجاه انه ما يسيبوش هنا. بيعدي اسبوع وبرضه ياماتو مصر ان هو اودين، وكل شويه بيستخدم الهاكي بدون اراده على الجنود وبيفقدهم الوعي. كايدو بيروح يشوف الوضع وبيكون منزعج جدا من اللي بيحصل. بيقول كايدو للساموراي اللي هناك لو غيرت رايكم في الانضمام ليا نادوا من الفتحه اللي فوق في السطح وانا هاجي لكم. وقبل ما يمشي بيعرف كايدو الساموراي اللي هناك ان ياماتو ده يبقى ابنه. يا ابن اللذينه. الساموراي بيجي لهم شويه غضب جامدين جدا وبياخدوا السيوف بتاعتهم وعاوزين يقتل ياماتو، لكن وفجاه واحد من الساموراي دول بيدي الاكل بتاعه لياماتو، ولما بيشوفوه بقيه الساموراي بيبعدوا عنه. ياماتو بياخده وبدون تردد بياخد الاكل كله على بق واحد بينسفه. ياماتو بيعيط وبيشكره على الاكل ده، ومع العلم ان الساموراي اللي معاه ما اكلوش حاجه من ايام، بس كايدو جاب لهم طبق واحد بس عشان ما يموتوش. كتير او والله كده يا كايدو. بنعرف ان الساموراي ده اسمه سابوري، بيكسر السلاسل اللي في ايد ياماتو. بيساله ياماتو انت شايفني اني هصبع واحده من الساموراي؟ بيقول له اكيد في المستقبل ان شاء الله. بعدها بنشوف ان الشخص ده بيشبه زورو جدا. بنشوف ياماتو هو ماسك مذكرات اودين وبيقعد هو الساموراي يقرأوا فيها لمدة 10 ايام. بيسألوا الساموراي ماتوا هو ابوك ممكن يسيبك في المكان ده تموتي؟ بتقول لهم اكيد ده ابويا وانا عارفاه. وبعدها بتنام. بنشوف الساموراي وهم واقفين بيقرروا انهم هيحرروا نفسهم وكمان عشان ينقذوا ياماتو من الموت، وبيكسروا الحاجز اللي على الكهف وبيخرجوا منه. في الحاضر الاثنين بيستعدوا وبيضربوا بعض ضربات قويه جدا بتزلزل المكان كله بالهاكي. في اثناء الوقت ده عند لوفي ومومونوسكي، ايه اللي انت بتعمله ده يا مومو؟ كل اللي عليك انك هتطير بس. انا عارف ده يا لوفي لكن جسمي مش عاوز يتحرك، انت عارف لما برفع راسي بس بيكون بيني وما بين الارض قد ايه؟ مومونوسكي خايف من المرتفعات ومش عاوز يطير. كلهم واقفين مندهشين، انا مش عارف ليه كبرت جسمك كده وانت مش هتعمل بيه حاجه. لوفي عمال يصرخ فيه عشان يطير وبرضه رافض انه يطير. في معركه السطح ياماتو وكايدو نازلين ضرب ببعض، هجمات قويه جدا بيدمروا كل حاجه حواليهم، مفيش مكان واللي بيكون خرابه من هجماتهم. واخيرا ياماتو بتقدر تضرب كايدو ضربه قويه بتخليه يركع على الارض، ولكن ده برضه مش كفايه انه يهزمه او ممكن يخليه يضعف. كايدو جسد الاسطوره بمعناها في المعارك دي، خد قتالات كتيره جدا ولسه صامت برضه. كايدو بيقوم تاني وبيضرب
بيضرب ياماتو ضربة قوية جدا، بيحاول ياماتو انه يتصدى ليها، لكن برضو بيكون صعب عليه وبتطيره بعيد. بيهاجم كايدو مرة تانية وبغضب شديد جدا وبتفعيل اقصى حدود الهاكي عنده وبينزل بيها على ياماتو. في اثناء الوقت ده مومونوسكي بدأ يطير، لكن بيكون مغمض عينيه عشان لسه خايف. لوفي عمال يصرخ عليه وانه يطلع لفوق، مومونوسكي عمال يخبط في القلعة وهو ماشي، وبيخش جواها كمان وبيشوف الحلف كله، وبيكونوا مستغربين من اللي هم شايفينه. مومونوسكي عمال يدمر في القلعة من جوه وبيطلع من طابق لطابق، البيج مام وكيد ولو واقفين ضد بعض، وفجأة بيلاقوا تنين طالع جنبهم، الكل بيتفزع منه وفاكرين ان ده كايدو، لكن بيقدروا يشوفوا كايدو بيصرخ من الألم. مومونوسكي بيفتكر أسوأ ذكرياته مع كايدو وهو لسه عاضد فيه. انت بتعمل ايه؟ انت فاكر ان عضتك دي هتأثر فيا؟ مومونوسكي بيبص له وبيقول في باله، لو ما جيتش انت ببلدوان مش كان ابي وامي لسه عايشين؟ وفجأة لوفي هو كمان بيجري وبيضرب كايدو بالهاكي الاسمي. المعركة قوية ما بينهم بتزلزل السطح كله. المعركة دلوقتي مش معركة بلدوان وخلاص، المعركة دلوقتي بقت حياة او موت. في الطابق تحت القمر فجأة الغيوم بتغطيه، انوروشي بيرجع من تحوله وبيكون متصاب وتعبان جدا، وجاك واقف وشه، نيكو ماموشي هو كمان متصاب وطالع عينه وقع على الارض، بيرو اسبيرو واقف قدامه هو كمان، الاتنين في حالة يرثى لها. الساموراي هم كمان جايبين اخرهم، لكن برضو بيكوموا اتباع كايدو. مومونوسكي ولوفي وياماتو في مواجهة كايدو. لوفي عمال يشجع في مومونوسكي ان يكون شجاع وما يخافش من اي حد في العالم. زورو وسانجي واقفين ضد اقوى اتنين من اتباع كايدو، كوين وكينج. بعضا من الساموراي بيتحمسوا لما بيشوفوا لوفي راجع من جديد. لوفي بيفتكر حرب هو وكايدو قبل كده. كايدو بيرجع للتحول الهجين بتاعه، الاتنين بيجروا على بعض كايدو ولوفي. البيج مام واقفه ضد كيد ولو، الكل معلق اماله على لوفي في هزيمه كايدو. تصادم هاكي جامد جدا بيقسم السما النصين، الغيوم بتتشال من على القمر مره تانيه. تحول انوروش ونيكو ماموشي من جديد، معركه قويه بين الكل. المنتصر هيفوز بكل شيء، دمار وخراب من كل مكان. يا ترى مين اللي هيفوز ومين هينتصر وايه القوه الجديده اللي هيتم الكشف عنها؟ كل دي تساؤلات بدون اجابات، لكن هيتم الكشف عنها في الحلقه الجايه. ما تنسوش يا جماعه اللايك، لاني فعلا مش هعمل مجنة تاني لو الفيديو ده ما جابش 10,000 لايك. وما تنسوش انكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام.